بسم الله الرحمن الرحيم. بكرة عندنا يوم مختلف تماما، مختلف لكل المصريين ولكن لأكثر من نص الشعب المصري، أهالينا الموجودين في القرى. بكرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد غدا احتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة. حياة كريمة بمعنى كلمة حياة كريمة. إيه اللي ممكن يتم بكرة وإيه اللي هيحصل بكرة؟ تعالوا نشوف بكرة ليه يوم مختلف. هقول لحضراتكم. من 10 سنين بالظبط زي الايام ديت كده في 2011 في شهر 7 كان كل امانينا واماني الشعب المصري ان يكون عندنا امن واستقرار. كان كل امانينا من 10 سنوات ان احنا نعرف نمشي في الشارع. كان كل امانينا انه مش كل يوم عندي مظاهره وعندي مليونيه وعندي دعوات من حازمون الى الاخوان الى السلام الى كل 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 عشان نسقط نكمل اسقاط الدوله اللي خلصناها في يناير نكملها كمان المؤسسه العسكريه. كان كل امانينا ان احنا نلاقي بلدنا افضل مما كانت. ده كان كل امانينا من 10 سنوات بالظبط في شهر يوليو 2011. ما كانش عندنا اماني تاني. ما كانش عندنا اماني لا احنا بنتكلم على بلد ولا تنميه ولا لا خالص. كان كل امانينا من كام سنه في 2013 12 13 بلدنا تنور. كان كل امانينا 2012 13 نلاقي عيش كويس. كان كل امانينا 2012 13 نلاقي بيت نظيف بيت كويس. كان كل امانينا ان اقدر اعمل حياه للناس. دي كانت اماني الناس، بس ما كانش حد يقدر يعمل ده. كان كل اماني الناس اللي قدام حضراتكم يلاقي سكن نظيف، سكن مريح، بيت كويس، الولاد دول بدل ما هي واقفه كده تلاقي عندها شقه، تلاقي عندها شارع نظيف، تلاقي عندها شويه ميه تشربهم كويسين. كان كل امانينا نلاقي محطات البنزين فاضيه. كان كل امانينا ان انا اروح احط بنزين زي ما انا عايز في اي وقت، ما اقفش بالطوابير بالساعات. كل امانينا كانت الكهرباء ما تقطعش عندنا 10 و15 ووصلت ل 20 ساعه. دي كانت كل امانينا. سنوات طويله عانينا وعانى الشعب المصري. كل امانينا الترع اللي قدام بيوتنا لحد النهارده بعض منها ما زال لسه انها تتنظف مش تتبطل. ما حدش كان بيفكر اصلا في التبطين، دايما كان يقول لك نظف لي الترع لو سمحت. كان كل امانينا اصف طريق قدام بيتك. دي كان كل الاماني بتاعتنا. من 10 و20 و30 سنة و40 و50 سنة وانا ابن قرية كان الامنية اللي عندنا ايه؟ عندنا كهرباء تدخل، عندنا طريق يترصف، جسر او طريق يترصف، شوية مية حلوة الناس تشرب منهم، يبقى عندنا صرف صحي. ده كان كل طموحات اي مواطن عايش في قرية زي حالاتي. كانش عندنا اكتر من كده. يمكن احنا بلدنا بلد كبيرة فكان فيها بدل المدرسة 2 وكان بيجي لنا من البلاد اللي حوالينا وطبعا والتوابع، لكن كان بيجي لنا من قرى اقل يدرسوا عندنا اعدادي وابتدائي وكده. ناس بتمشي عدة كيلومترات، كنا بنمشي عدة كيلومترات عشان نروح المدرسة اللي في القرية وغيره وغيره. كان كل امانينا يبقى في حاجة قريبة توصلني، يبقى عندنا مواصلة توصلني للمدرسة من البيت وللمدرسة. كل امانينا كانت انه الطريق يبقى مرصوف عشان اقدر انا امشي في حياة كريمة، ما تبهدلش وانا رايح الصبح والمطره لو نازله او مش عارف ناس بتروي ارض بتاعتها فالميه الغمر اللي احنا بنتكلم عليه مبهدل الطرق كلها، ما بتبقاش عارف تمشي وانت رايح مدرستك الصبح عشان ما تتاخرش. كنت تعمل ايه؟ ده كان كل امانينا. والله بحلف لكم بالله دي كانت كل امانينا. ما كانش عندنا طموحات اخرى. عشنا كده سنوات طويله، شعب تعب جدا. لما حتى اتعمل حاجات متعمل حاجات بسيطة قوي، وانا بكلمك على قرية عشان لان انا هتكلم على القرية المصرية هتبقى ايه وانا بكلمك دلوقتي. كنا نقول يا جماعة الحقونا، كان اعضاء مجلس الشعب يا جماعة اعملوا لنا طريق
وتقدم طلبات والناس تروح وتاخد، وانتوا عارفين كان بيتعمل الحاجات دي ازاي. كل واحد يخدم قريته ويخدم المكان اللي هو فيه، ولكن التوابع والنجوع ما حدش كان بيسأل على الناس. وانا بكلمكم لابن قرية وعارف ده، وعارفين من يعني واحنا جايين من السبعينات لحد النهاردة، فعارف ده كويس قوي. فين فين يعمل لك شوية كهرباء، يوصل لك كام عمود كهرباء كده، يقول لك وصلنا لكم الكهرباء، وتيجي تعدهم 10 15 عمود كهرباء في منطقه معينه يقول لك وصلنا لكم الكهرباء. الميه وصلنا في شارع كهرباء ميه، فخلاص وصلنا ميه لشطوره، وشطوره اللي وصلوا لها 10 بيوت. من النهارده تجاوزنا كام؟ 80، حاجه ضخمه يعني. وهكذا طريق يرصف لك حته بالظبط من هنا لحد اخر الاستوديو، يقول لك رصفنا لكم الطريق في البلد. بكلمكم بجد يعني. يبقى عندنا الاسفلت الطريق الرئيسي ما بين اسيوط سوهاج ده بيعدي على بلدنا، فيروح رصف لك حته جايه وانت جاي على الطريق الرئيسي تدخل البلد، فيروح رصف لك حته كده في الاول من هنا لحد الاستوديو يعني 50 60 متر، يقول لك رصفنا لكم الطريق في البلد. هو ده اللي كان اللي احنا شفناه. كان بتعمل حاجات ايه يعني، ترمم الناس عشان تسكت، والناس ناس طيبين ومحدش كان. لا، اخذ القرار الشجاع في يناير 2019 الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر كانت عندها اولويات، نعم. الاولوية الاولى الوضع يستقر في البلد، كل الحاجات اللي هي مشاكل ضخمة للمئة مليون تخلصها. كان عندنا مشكلة رئيسية الكهرباء، خلصت. مشكلة أخرى رئيسية توفير بقى احتياجات الناس ووقود والأكل والحاجات، خلصت. كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها الحمد لله خلصت، لأنها خلاص بقت من الماضي النهاردة. كل الحاجات اللي كنا بنشتكي منها بخلص ده. وانت بلد تسأل نفسك، هو أنا دخلي كام؟ موازنة الدولة المصرية قد إيه؟ طب إحنا محتاجين عشان أوفر طلبات الشعب المصري بالكامل محتاج كام تريليون عشان أوفرها؟ في أحد المؤتمرات المهمة للسيد الرئيس، وأعتقد ربما يكون أحد مؤتمرات الشباب، الرئيس قال إحنا بلد زينا 100 مليون أنا محتاج عشان يعني، الرئيس قالها كده مش أنا اللي بقول، قالها كده بالظبط، محتاج تريليون دولار. يعني 18 تريليون جنيه، سيادة الرئيس قالها بالظبط كده زي ما بقول لحضراتكم، عشان كل الاماني والطموحات عايزها. عندنا كام منهم؟ ما انت لازم وانت بتتكلم محتاج ايه وعندي كام ودخلي كام وهعمل ايه. خلصنا حاجات كثيره، خلصنا مشكله رهيبه عانينا منها، 250 الف اسره على الاقل اللي ما كانوش لاقيين سكن. اعتقد ده خلص ولا يخلص بعد شهرين. يبقى قضينا على هذا الامر تماما، اللي كانوا في العشوائيات او اللي كانوا مش لاقيين حتى عشوائيات يقعدوا فيها. عانينا من ده سنوات 30 40 50 سنه. هل هذا الامر النهارده موجود؟ يعني هل النهارده عندنا مناطق عشوائيه لم تقترب منها الدوله؟ رقم واحد. رقم اتنين، خلصنا مبادرات كثيرة. أقول لكم على مبادرة من المبادرات اللي تهم الناس كلها واللي اهتمت الناس كلها. كان عندنا بلد من أكبر الدول إصابات فيروس سي. الرئيس أول ما جه عنده القصة بالكامل، نعمل مبادرة فيروس سي. ما يبقى عندك مبادرات، أنت هتعمل إزاي؟ تدخل الحكومة، تدخل الدولة، تدخل مؤسسات المجتمع المدني، يدخل القطاع الخاص مع، ما هي دي المبادرات، إنه كله يدخل في هذه المبادرات ونقدر نحقق إنجاز للناس. خلصنا أعتقد فيروس سي، أكيد صح؟ خلصناه. فيروس سي كانت علبة، العلبة حوالي 70 80 ألف جنيه لو أنت عايز تجيب علبة علاج فيروس سي. وكان بيباع لدى بعض الدول الشقيقة لينا. عالجت كام؟ خلصنا؟ خلصنا الحمد لله. كان عندنا حاجة اسمها قوائم الانتظار، نسيناها صح؟ نسيناها. مصر كانت بتعالج، مصر كانت تقريبا بتعالج في السنة
وانا باخد الرقم ده منسوب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنعالج واعتقد كان ربما مع الرئيس ماكرون في فرنسا، ربما يعني وانا متذكر ده كان الرئيس بيتكلم وقال الدولة كانت بتعالج 10,000 مواطن كل عام. النهاردة بنعالج 10,000 مواطن كل شهر. متخيلين طبعا؟ متخيلين من 10,000 كل سنة ل10,000 كل شهر. قوائم الانتظار الطويلة والممتدة، عمليات الجراحية الخطيرة مع الأورام مع دي الدولة المصرية. يبقى خلصت ملفات أهو أنا بتكلم عليها عشان أجي لأهم ملف، لأن الدولة اللي بتعمل كده دولة بتدرس مش بتاخد قرارات عشوائية، دولة بتخطط قبل ما تروح لأي حاجة تعملها، مش يقول لك يلا احنا بنعمل، لا ما بيقولش يلا احنا بنعمل ونعمل وخلاص، قبلها لازم تبقى دارس كل حاجة وشايف كل حاجة وفلوسك فين. لو انا بتكلم النهاردة على حياة كريمة 700-800 مليار جنيه، ثلاث مراحل، اقل مرحلة 200 مليار تقريبا، والعدد والرقم هيزيد لحوالي 700 مليار او 800 مليار، قد يصل ل 800. عندك الفلوس؟ ايوه. ما كانش الرئيس ياخد هذا القرار الا وعنده ان الفلوس موجودة. اي مشروع، اي خطة، اي تحرك، لو انا بعمل الدلتا الجديدة، لو بعمل هنا بعمل هنا، اشتغلوا فلوسكم موجودة، ما تكلموش على الفلوس، اشتغلوا فلوس موجودة، دايما كلمة الرئيس. قال لنا الرئيس كلام مهم عشان بكرة هتسمعوا كلام اهم وكلام في غاية الاهمية للمئة مليون. غدا واحدة من اكبر الاحتفاليات اللي هتكون بكرة غدا ان شاء الله، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، اعلام مصري، واهالينا من الصعيد وبحري. هتلاقوا اهالينا من القرى، اهالينا من المراكز، اهالينا من النجوع والكفور موجودين بكرة في هذه الاحتفالية. الالاف، مش بكلمك على مين، بكلمك على الاف المواطنين المصريين بكرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكبر احتفالية تتعلق بانطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة. حياة كريمة رايحة لمين؟ مليون، اتنين، اربعة، 30، 50، رايحة ل 58 مليون مواطن. اسمعكم الاول سيادة الرئيس لما اتكلم على هذه المبادرة واتكلم على حياة كريمة للشعب المصري والشعب اللي عانى. نعم، ولكن حان الوقت ان الناس اللي في القرى تحس الدولة شايفاهم ولا لا. الدولة شايفاهم ولا لا؟ الدولة شايفة. نعم شايفة. عايزكم تسمعوا سيادة الرئيس أجزاء من كلام سيد الرئيس عن حياة كريمة. هيعمل إيه حياة كريمة؟ خلوا بالكم في ربما أكثر من 300 قرية اللي هم كانوا الأكثر احتياجا، اللي هم قدام حضراتكم دول الأكثر احتياجا، الدولة بدأت بيهم، ولكن الدولة النهاردة داخلة على 20 محافظة، أكتر من 1,300-1,400 قرية، ب 11,000 نجع وكفر. تاني 11,000 نجع وكفر المرحلة الأولى لمدة عام. هتعمل فيها إيه؟ هتغير، مش هتغير يعني بمعنى، لكن لا 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 لا، حاجة تانية تماما. مدرسة زي كده، المدرسة اللي ما كانش عندها شبابيك والولاد في الصيف ولا في الشتاء بيموتوا من البرد أو من الحر، النهاردة يبقى عندك شباك، يبقى عندك حياة، أدي نادي ولا مركز شباب، يبقى كده. طب نسمع سيادة الرئيس الأول وبعدين نتكلم على، لأنه زي ما بقول لكم بكرة يوم مهم جدا جدا لينا كلنا، عشان بلدك بتنقل حياة 58 مليون. مفيش حد في العالم عمل، مفيش حد في العالم عمل كده أبدا، بعن الكلام، بما فيهم الدول. في دول اللي هم مجموعة الـ20 الأكثر يعني اقتصادا وده وحاجات في العالم، دول عندهم، دول منهم من غير ما نسمي حد يعني عشان عندهم كورونا مبهدلة الدنيا، أقول لكم إيه؟ ما عملوش ولا عملوا، مفيش حد عمل كده،
مفيش حد عمل كده. اسمعوا سيادة الرئيس الأول وهرجع نشرح كتير في هذا المشروع النهاردة. نشوف. مبادرة حياة كريمة هي محاولة مننا إن إحنا نعالج مسائل مزمنة في مناطق هي الأكثر فقراً على الإطلاق في بلدنا مصر، ونغيرها تماماً. ما يبقاش في بيت نسيبه، ما يبقاش في طريق نسيبه، ما يبقاش في صرف صحي ولا مية شرب لما ندخلها. لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تبقى دولة تانية بما فيها القرى اللي احنا شغالين عليها. احنا ان شاء الله هندخل الريف في خلال الثلاث سنين دول ونخرج منه حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص، مصر تانية. أوجه التحية لكل من ساهم وجهز لانطلاق المبادرة بتاعت حياة كريمة لكم، سواء كان من مؤسسات الدولة أو من القوات المسلحة أو حتى من القطاع المدني اللي مشارك معنا في هذا الموضوع. تغيير آخر حقيقي في حياتنا وحياة كتير، أكتر من نص سكان مصر. احنا بنتكلم على يعني فوق ال 50 60 مليون او بين ال 50 و 60 مليون انسان في الريف المصري. ف اللي انتم شايفينه ده انا بقوله لكل المصريين، ده جهد كبير قوي وموارد كبيره جدا هيتم انفاقها في مده زمنيه بنتمنى زي ما قلت مره قبل كده انها تنتهي في خلال ثلاث سنوات. احنا ان شاء الله هنغير حقيقة حال اهلنا في المرحلة الاولى والتانية والتالتة ان شاء الله بعد كده، لكن هنغير وضعهم تماما. وقلنا ساعتها ان احنا ال 52 مركز دول بالاكتر من 1400 قرية اللي احنا بنتكلم عليهم، وبرضه مش هنسى اقول وتوابعهم، مش كده؟ وتوابعهم. احنا بنعمل ده عشان ده واجبنا تجاه بلدنا. احنا رصدين لكل مرحلة على الاقل 200 مليار جنيه. كلام الرئيس واضح في عدد من او عدة لقاءات، ومنها اللقاء الاخير اللي كان في الهيكل السب من اسبوعين، وكان زي ما سيادة الرئيس تحدث كده ال 1400 قرية توابع معاهم وكفر 11000، يعني ال 1400 قرية زي عندنا مثلا، وانا بدي مثلا على بلد عشان بيبقى القرى كمان اللي زينا يبقوا عارفين، والناس اللي هم يعني بيتابعونا من الخارج كمان يبقوا عارفين انا بتكلم عليه. مثلا عندنا قريتنا لها توابع قد ايه؟ فوق ال 20 ما بين نجع وكفر، انا بدي مثال على حتى بلدنا. كل القرى بيبقى فيها كده، اللي معاها 5، اللي معاها 10، اللي معاها 20، معاها اقل، معاها اكتر، هي قرية بيبقى لها توابع ناجع كفر حسب العدد السكان اللي بيبقوا في كل مكان. بدأنا نشتغل. سيادة الرئيس قال ان احنا هندخل القرية هنخرج منها مش محتاجة حاجة تانية تماما. يعني لو انا النهاردة محتاج مدرسة هيتعمل مدرسة، طريق هيتعمل الطريق، ترعة تغطية او تبطين هيتعمل التبطين، الترع زي ما حضرتك بتشوف كده تنظيف وبعدين اعمل تبطين، مش انا بعمل بس تنظيف وخلاص، لا بعمل كمان التبطين ولكن تنظف وبعدين بطن، لانه ده مش هيبقى موجود بعد كده. اللي انتم بتشوفوه ده المناظر اللي قدامكم ديت مش هتبقى موجوده، انت بتحق تاني، ودي بتوفر على البلد كمان فلوس كتيره جدا بالنسبه للصحه والعلاج والادويه والامراض. يعني انت كمان بتوفر حمايه اخرى للمواطنين اللي عايشين في القرى اللي هم اكتر من نصف عدد سكان مصر عايشين في القرى. واكيد كلنا عارفين الترع والمصارف اللي موجودة عندنا شكلها ايه، ولكن اللي اتعملت مختلفة. ادي قرية الحرجة زي ما احنا بنشوفه في بني سويف، والشغل كنا عارضينه من كام يوم بوريه لحضراتكم. ادي اهو، ادي هنا التبطين، بتنظف الترعة او المصرف بتنظفه تماما وبعدين تعمل عملية تبطين وبعدين تفتح ترجع المية تكون انضف، وتروح للتروي الزرع بتاعنا انضف واحسن، وما يبقاش عندي الحاجات اللي هي المخلفات والحاجات اللي بتترمي والقمامه وغيره، لا نحافظ على ده اهو زي ما حضرتك بتشوف كده. ده بالنسبه للناس. عايز اقول لكم وضع
مختلف تماما. بدل الترع اللي قدامك ادي الاتربة والطمي وغيره بتشرب المية زي ما احنا بنقولها كده بالظبط. الحاجات دي بتاخد مية، بتستهلك مية، طول ما هي موجودة بتشربها. لكن لما باجي اعمل او تمتصها، لما باجي ابطن خلاص، ما يبقى المية موجودة، يبقى المية كلها موجودة، فيش الا لو في شوية بخرة هيكونوا اقل من انه الاتربة ديت والطمي اللي قدامك يمتصوا المياه، وبالتالي بيتأثر كمان حتى على كميات المياه اللي رايحة للأراضي بتاعتنا أو الغطام بتاعتنا. أدي الشغل اللي شغال، بوريك بعض القرى، بوري حضرتك مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولما خد هذا القرار الناس ما كانتش، هو الرئيس هيعمل ايه في القرى؟ ما كانوا زمان بيقولوا، حتى زمان ما كانوش بيقولوا كده. يعني زمان حتى ما يقولك هنهتم بمثلا بالصعيد، تهتم ايه بالصعيد؟ كنت بتدفع بتصرف ايه على الصعيد؟ على الصعيد كله، خد من اول الجيزه لحد اسوان، كم حجم الانفاق اللي كان بيتم على كل المحافظات ديت؟ يعني خد الجيزه وخد المنيا وخد الفيوم وخد اسيوط وخد سوهاج وخد قنا والاقصر والوادي الجديد ومعانا اسوان، خد كل ده والبحر الاحمر، خد كل ده، كل ده صعيد. كنت كل المحافظات اللي انا بقولها لحضرتك دي كم الدوله انفقت قد ايه؟ طب النهارده انا لسه بدي مثل لحضراتكم على عندنا في سوهاج، سيادة المحافظ كان معانا من 15 يوم، وكنت بسأله على سوهاج مرحلة أولى فقط 7 مراكز في محافظة سوهاج، 27 مليار جنيه ل7 مراكز، عمر هذا الرقم ولا نصه تاني، ولا نصه تم انفاقه على محافظة سوهاج بالكامل، مش 7 مراكز، من 10 مراكز اللي عندنا لم يتم انفاق ولا نص المبلغ ده، ومش عايز اقول ربع يعني، لكن اقول لحد النص بس. لما اقول النص ولا لم يتم انفاقه، واحنا محافظه كبيره 6 مليون عدد سكان سوهاج. طب النهارده لما بتيجي 7 مراكز بتتكلم على 27 مليار جنيه انفاق عليهم في المرحله الاولى من حياه كريمه. يعني انا بغير حياتي بمعنى الكلمه، رقم هائل. شوف بقى كل محافظة واخدة كام وكل مركز واخد كام في العشرين محافظة اللي هم بيكونوا في المرحلة الأولى، 1400 قرية مع 11000 نجع وكفر. أنا بعمل إيه للناس؟ بعمل إيه؟ أنا داخل بعمل كل حاجة للناس. يوسف هات لي ال عندك بيانات المحافظات كده والمراكز، ممكن توريهاني؟ أيوه ايوه لو سمحت. وقف هنا بعد اذنك، وقف هنا. ده الموقف لحد ايه؟ مايو 21. تنمية اكثر المراكز فقط، بنتكلم على مرحلة اولى 52 مركز مقسمين زي ما حضراتكم شايفين كده، الجهتين اللي هيقوموا بعملية التنفيذ، وزارة الاسكان 25 مركز والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة 27 مركز. بنتكلم على 20 محافظة، إجمالي القرى في المرحلة الأولى فقط 1413، وإجمالي التوابع 10600. أنا كنت بتكلم على 11000 يعني قريب، بدي رقم عشان يبقى قريب مننا، يبقى حوالي 11000. تم إضافة كمان مركز نصر النوبة في أسوان ضمن المرحلة الأولى. أدي التوزيع الجغرافي اللي قدام حضراتكم، المراكز المستهدفة أهو عندنا، نبدأ من أسوان 3 مراكز، الأقصر 2، قنا 5، سوهاج وأسيوط. ليه سوهاج وأسيوط الأكتر؟ لأنه من أكتر محافظات الجمهورية فقرا، اللي عندها مشاكل هائلة أسيوط وسوهاج، تيجي بعدهم قنا وبعدهم المنيا. فهنا بتكلم على أسيوط وسوهاج خدوا أكبر عدد من المراكز في هاتين المحافظتين في المرحلة الأولى، عشان المحافظتين دول عندهم مشاكل هائلة، يعني فقر يعدي يمكن 70-75%، يعدي يمكن أكتر من الرقم ده تقريبا. وبالتالي الدولة حبت تدخل يعني تعمل نفضة زي ما نقولها كده في هذه المحافظات. المنيا 5، بني سويف 2، الفيوم 2، الجيزة 2، البحيرة 6، اسكندرية 1، ثم الغربية 1، وبعدين الشرقية 1، اسماعيلية 1، القليوبية 1، المنوفية 2، دمياط 1، كفر الشيخ 1، ادي الدقهلية 1،
زي ما احنا الوادي الجديد واحد، يبقى احنا بنتكلم على 20 محافظة في المرحلة الأولى ب 52 مركز بتضم 1400 قرية و 10000 خليها 11000 عشان الرقم يبقى محفوظ بالنسبة لنا. نشوف ده المشروع القومي اللي هو الخاص لبكرة إن شاء الله سيادة الرئيس مع الشعب المصري العظيم غدا بإذن الله تعالى ومع أهالينا من العشرين محافظة ومن القرى يبقوا موجودين ويحضروا بكرة ويبقوا موجودين وحاضرين وشيء. قادي بنتكلم على 700 مليار ولكن الأرقام الأخرى بتتكلم الرقم ده ممكن يزيد كمان شوية في ظل الحاجات اللي بتتعمل أكتر. مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة للمصريين. الدولة لما بتاخد قرار هذا في هذه الفترة هل وقفنا المشروعات التانية؟ لا. يعني هل وقفنا نكمل بناء في بلدنا؟ لا. ده انا هنا بدي بقول لاهالينا في الارياف، خليني ارجع يوسف معلش، ارجع النماذج، ارجع النماذج، ارجع النماذج، معلش ارجع النماذج من الاول. ايوه نماذج بعد اذنك. معاك 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 معاك. يلا اللي بعده انقل لو سمحت. ايوه انقل 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 انقل. ايوه كمل. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. كمان 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 كمان. احنا عايزين نعمل ايوه هنا بقى، اقف هنا. هنا ده نموذج سكن كريم، اسمه كمان حلو، حياة كريمة سكن كريم. ده نموذج للبيوت اللي هتتعمل في القرى. يعني لو انا عندي قرية او نجع وهيبقى عندنا كتير بالمناسبة، عندنا كتير، اتقال رقم بس انا مش متذكره حاليا، حبش اقول ارقام مش متذكرها. اتقال انه هيتعمل كذا، يعني رقم كبير هيتعمل بيوت زي كده. يعني البيوت دي النموذج اللي قدام حضرتك ده هيكون في القرية المصرية او في الريف او في النجع او في الكفر. يعني في نجع مثلا عبد الرسول مثلا في اسيوط، نجع عبد الرسول في اسيوط مثلا عندهم حاجه زي كده مثلا، يبقى يتعمل بيت زي كده. يعني انا بحاول ادي امثله لبعض الحاجات عشان نبقى بنتكلم على قريه وبنتكلم على نجع. يبقى عنده النموذج اللي قدام حضراتكم اللي هو ثلاث ادوار. النموذج ده هيبقى مكرر نفس النموذج ده في القطاعات او المحافظات اللي هي الهندسيه واخداها، وفي نموذج خاص ايضا بالاسكان. يعني كل جهة عاملة نموذج، والنموذج ده هيكون موحد ما بين ال 25 وال 27 25 مركز واخدهم الاسكان وال 27 مركز اللي واخدهم هي الهندسية. هيكون عندهم نموذجين بس هيكونوا متكررين في الجهتين اللي هم يتولوا او تتولي عمليات التنفيذ في القرى والنجوع. نشوف اللي بعده، النموذج اللي بعده، النموذج اللي بعده. بنشوف يعني هنا ايوه مجمع خدمات. لا ارجع مجمع خدمات المواطنين، نرجع المجمع بعد اذنك. نشوف المجمع، مجمع ايوه خدمات ده النموذج اهو، مجمع خدمات المواطنين هيكون كده. يعني ده النموذج اللي حضرتك بتشوفه على الارض هيكون قدام حضرتك نفس النموذج اللي هو اللي بتشوفه ده قدامنا. هتشوفه ان شاء الله المرحله الاولى وهم بيشتغلوا وهم بيبنوا، ولما يخلص قارن الاثنين مع بعض. عايزك تقارن النموذج ده وتجيب المبنى اللي اتعمل عندك في البلد، اللي اتعمل عندك في القريه، وتاكد هل النموذج اللي انت شفته النهارده وهل هو اللي اتعمل في اخر السنه دي، في اخر هذا العام، يعني سنه من الان خلص ولا لا، وهل نفس النموذج ولا لا. حضرتك تعمل المقارنه. اللي بعده، اللي بعده، مجمع خدمات زراعيه، لان احنا القرى بتاعتنا، نرجع قبل مركز الشباب، احنا لان القرى كلها زراعه، القرى بتاعتنا كلها بتعتمد على الزراعه، ما عندناش صناعه في القرى. ادي مجمع خدمات زراعيه اللي هو زي الجمعيه الزراعيه، يعني خلينا بس هنا ايه، مجمع في كل خدمات الزراعه. يعني الاول كنا بنروح عندنا الجمعيه الزراعيه الناس تروح تاخد الكيماوي والسماد واللي مش عارف وحاجات الخاصه بالارض بتاعتها، بتروح الجمعيه الزراعيه. النهارده بقى اتعمل لك مجمع متكامل، كل اي حاجه تتعلق بالزراعه هتكون هنا في هذا المجمع عشان اوفر عليك وما تبقاش تروح 100 حته، كل حاجه الزراعه تبقى هنا، تخلص من هذا المكان. خدمات المواطنين تخلص منها كل حاجه المواطن
بعيد عن الزراعة، الزراعة ليها مجمع آخر. النموذج اللي بعده نكمل. آدي مراكز شباب، ورغم جهد كبير جدا بيبذل دلوقتي في مجال الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، ولكن لا، دي نماذج أهي قدام حضرتك هتبقى موجودة في القرية المصرية، يكون فيها مراكز شباب، لأنه من أكتر الحاجات اللي احنا شبابنا يعني أكتر نص 60% من الشعب المصري شباب، يبقى محتاج، وشباب القرية يبقى زيه زي شباب المدينة، اللي عنده نادي، اللي عنده مركز شباب، اللي عنده كذا. لا، أنا بعمل لك كمان في القرية، بس ده بيكون في القرية، فاللي هو في كفر أو في نجع يقدر يروح القرية اللي هو تابع ليها، بيمشي مسافة مش يعني، ويقدر يروح يقضي الأنشطة الرياضية في مركز شباب اللي موجود في قرية اللي هو تابع ليها. ده نموذج من مراكز الشباب اللي هيبقى موجود في القرى المصرية. زي ما بقول لحضرتك، فإحنا النهاردة بنتكلم على تحول، زي ما قال سيادة الرئيس، بنغير. طيب بالإضافة لده ممكن يبقى إيه تاني؟ بالإضافة لده عندي، وأنا بوري حضراتكم نماذج أهو، يعني أدي نموذج مجمع خدمات، يبقى النموذج ده بيتعمل وبيتبني النهاردة. أنا بعمل إيه في القرية؟ إيه القرى؟ إيه اللي عايزاه القرى؟ عايز أقول لحضراتكم، كان عندنا الشبكات الكهرباء، هديكم مثال مهم، شبكات الكهرباء، أعمدة الكهرباء والحاجات بتاعت اللي ماشية فوق البيوت، والسلك اللي ماشي فوق البيوت، وأحيانا بيحصل يعني ممكن يحصل مشاكل منه، حاجات تضرب وممكن يعمل حرايق. النهاردة الحاجات دي كلها مش هتكون فوق زي ما هي موجودة النهاردة، كل الحاجات دي هتتحط تحت الأرض. انتوا متخيلين حجم التكاليف قد ايه؟ يعني شبكات الكهرباء اللي هي عملية نقل وتوزيع الكهرباء من المحولات لبيوتنا، يعني بيوتنا ومحلات التجارية وغيره، وحتى اللي موجودة على، هتبقى فين؟ هتبقى يتعمل لها حفر وتبقى تحت الأرض، فيش حاجة هتبقى فوق الأرض. يعني أنا بكلمك حتى على الكهرباء كمان داخلة في هذا المشروع، الكهرباء داخلة كمان برقم كبير. أعتقد المرحلة الأولى، لو الرقم دقيق حوالي 70 مليار جنيه. ده إيه؟ وزارة الكهرباء في المرحلة الأولى، في 20 محافظة، في 52 مركز، في 1400 قرية، في 11,000 ناجع وتابع، 70 مليار جنيه. أنا بتكلم على وزارة الكهرباء لو الرقم دقيق، لكن متذكر هذا الرقم، ممكن يكون زاد شوية، لكن ده من أحد الأرقام اللي اتقالت في أحد الاجتماعات أو أحد المؤتمرات في مرحلة أولى بس. شوف التانية كام والتالتة هيبقى كام، عشان كده الأرقام لما بنقول هتزيد من 700 ممكن توصل ل 800، بنتكلم على الحاجات الزيادات، كان في حاجات مش معمول حسابها زادت. مجمعات الخدمات الحكومية الأول ما كانش بيتقال إنها تتعمل إزاي، ونموذج هيبقى إزاي، هتتكلف كام المبنى الواحد في القرى اللي هتتعمل فيها المجمعات خدمات المواطنين. الرصف، قرية مثلا عندنا، مثلا ودايما زي ما بقول لكم بدي مثل على بلدي، عندنا مثلا في قريتنا تقريبا 4-5 طرق رئيسيين، وحوالي 20 طريق فرعيين. انتوا عارفين مرصوف فيهم ايه؟ مرصوف مثلا نص طريق، نص مش طريق كامل. النهارده اللي هيتم، لا، كل الطرق اللي موجودة داخل القرى اللي بتربط القرى بعضها ببعض، تربط القرى بالمراكز وتربط القرى بالنجوع والتوابع، ترصف. هنا فرق كبير جدا، مش هيعرف معنى اللي انا بقوله الا اللي ساكن في القرية ونجع دلوقتي وبيشوفنا، هيعرف ده بالنسبة له قد ايه. ده ناس بتتعذب عشان حد تعب، عربية اسعاف تدخل تجيب حد، او هم مفيش عربية اسعاف، على بال ما تجيله عربية اسعاف هو ينقل، على بال ما يلاقي اصلا مواصلة توصله على طريق رئيسي عشان يودي مستشفى في مركز، لان مفيش مستشفيات كويسة في القرى، ما عندناش، مش هنكذب يعني ونقول لا عندنا، ما عندناش خالص، يعني عندنا وحدات صحية ضعيفة، وحدات صحية لا تقدم خدمات صحية او طبية، ما عندناش. طول الوقت بنتكلم يا جماعة اعملوا،
وانا بكلمكم مش من النهاردة، انا بكلمكم والله بكلمكم السبعينات والثمانينات والتسعينات وبداية الالفية لحد النهاردة. اعملوا يا جماعة مستشفى عام كبير يخدم الناس. السنة الجاية ان شاء الله يا سيدي ده المستشفى بتاخد مش عارف 100 مليون ولا 200 ولا 300، هنجيب منين؟ طب وسيادة الرئيس جاب منين؟ واشمعنى الرئيس خد القرار ديت؟ اشمعنى؟ وليه سيبنا الناس تتبهدل تاريخها وهي مولودة في الأماكن ديت؟ بهدلوا يا راجل، ده لما حد كان يتعب يتوديه سوهاج يتوديه أسيوط، يعني حتى مراكز عندك مش يعني. طب النهارده رئيس الجمهورية هيعمل ده ازاي؟ وهيوصل لكل نقطة في البلد ازاي؟ ده يستحق ايه؟ طب يعني مع كل تقديري للناس وما بحبش يعني، ولكن هو ده، هو ده المواطن عايزه. والمواطن عايز ايه؟ المواطن عايز ايه؟ عايز لا قدر الله لو تعب يبقى عنده وحدة صحية تعالجه، ياخد منها حتى علاج أولي، الاقي دكتور يجي لك مثلا لو حد تعب. اسال حضرتك لو عايز تسال، اكلمك عن معاناه انا عشتها واهلنا بيعيشوها. واهالينا، لما بقول اهالينا، اهالينا في القرى المصريه كلها، مش عندي في اهلي بس، ما كلهم اهالينا بيعانوا. ده بيعاني، بقول لك لسه لو حد تعب عنده في البيت، اللي هو انا بكلمك على امراض عشان حد ينقل او حد يروح او حد يكشف قصة بقى، ممكن لا قدر الله يكون مات او ماتت، وبيحصل، انا بكلمكم بجد وبيحصل، عشان تلاقي حد. طب النهاردة هيعمل ايه؟ هعمل لك وحدة صحية في قريتك فيها خدمة صحية لائقة، ولازم تعمل كده. ما عندكش مدارس او مدرسة بتاعتك ممكن تقع، مبنية بقى لها 60 سنة ولا 50 سنة، زي مدارس عندنا في البلد 80 سنة مدارس مبنية و70 سنة. طيب دي صلاحة ولا مش صلاحة؟ هم هيبقوا عارفين طبعا لانهم عملوا الكلام ده، اللي محتاج تأهيل او المحتاج يتهد ويتبني من جديد هيعملوا كده، هيهد ويبني من جديد، في بيوت هتتهد وهتتبني من جديد زي النموذج اللي انا عرضته لحضرتك، في مدارس هتتهد وتبني من جديد، وحدات صحية عفى عليها الزمن ومقفولة وكلها هي مقفولة لا تصلح، تهد وابني من جديد. اللي محتاج تأهيل يعني يتعمل كذا، شوية دهان وتودي أجهزة وتظبط وتغير الحاجات اللي هي بقى لها 40 سنة متركبة وما اتغيرتش صح ولا غير، مثلا يعني بدي أمثلة. ليه انا بشرح الكلام ده؟ بشرح لاني عارف القرية المصرية شكلها ايه، وعارف وجع المواطن المصري اللي عايش في القرية او الناجع شكله ايه، والمواطن اللي عايش في القرية طموحاته كلها انك تعملوا الحاجات دي. هو طموحاته اللي هيقعد في العالمين ولا هيقعد في العاصمة ولا هيقعد في المنصورة، هو هيقعد في بلده. فانا عشان مش هيقعد في العالمين المنصورة، انا هعمل له اللي قدامك ده، اعمل له نموذج من اللي قدامك ده. دي بيوت، بيوت ناس، وحدات صحية، دي حاجات خاصة بالصحة والسكان، وبعمل مدرسة، اعمل مدرسة تليق فصل. اقف هنا يوسف ارجع، طيب خلينا ارجع قبل ما نروح للصيدلية، ارجع لي معلش المدرسة، ارجع للمدرسة، ارجع لي لو سمحت، ارجع. يا السلام يا السلام، ارجع، ده احنا كنا بنلعب كرة في المدرسة. ارجع. فين المدرسة؟ راحت فين؟ تاهت منك يا يوسف. عشان نرجع نتكلم على ده، لانه كمان انت مش بتعمل ده وبس، لا لا، ده انا بعمل حاجه تانية خالص كمان للناس، بساعدهم ازاي واوفر لهم ايه وخدمه ايه وحاجات تانية. مدرسه تاهت. طيب نشوف مع بعض، هنكمل عشان بس اتكلم على المدارس، مدارس وحال، ايوه وحال المدارس، وحال المدارس، ايوه حال المدارس، طريق هيبقى كده حاجه جميله جدا. طيب خلينا لحد المدرسة ما تيجي، حد المدرسة ما تيجي، احنا رحنا للترعة والمصارف. المهم لحد المدرسة ما تيجي، المدارس عندنا ايه يا حضراتكم؟ مدارس يعني احنا تعلمنا تعليم يا جماعة
كان عملية صعبة، بكلمكم جد، ما كانش نظام تعليم ولا كانت مدارس ولا حد كان بيهتم بحد. النهاردة لما بتعمل مدرسة زي كده، بتعمل مدرسة، بعمل مدرسة يبقى فيها فصول تليق، مقاعد تليق بالناس، يعني حتى شكل المدرسة. بص شكل المدرسة، شكل المدرسة، انا افتكر عندنا المدرسة اللي انا كنت فيها، مدرسة مؤسسة الشطورة، ما اعتقدش انهم دهنوها من السبعينات لحد النهاردة او الستينات لحد، ما اعتقد، الله اعلم. لو كانوا دهنوها حد يبعت من بلد انهم افتكروه مثلا، ابدي مثل على ده، حال القرى، ده حال القرى. لكن بص المدرسة اللي قدامك دي، ما دي مدرسة، مدرسة موجودة فين؟ موجودة في قرية، وعملت بتعملها السور بتاع المدرسة، دحن الأسوار بتاعت مدارسنا حالة ما يعلم بها غير ربنا. وكان يعني وطبعا الأسوار دي والناس الطلبة يجروا وسط الحصص، والحصة تبدأ فاللي جاي متأخر يروح داخل، طلع من على السور ده ودخل الفصل، حاجات كده كان بتحصل عجيبة جدا. كان دايما مهتمين بإيه؟ المدينة والمركز، والناس اللي قاعدين في القرى دول ربنا معاهم، وربنا معانا، وربنا معانا. فشوفوا المدرسة، ده المدرسة اللي اتعمل، وادي الفصل، اقف هنا الفصل. ده الفصل كان عندنا طبعا مفيش مقارنة، هعمل مقارنات مع ايه؟ يعني حتى يخلي الطالب برغم انه محتاج شوية صيانة والبلاط اللي تحت ده وكده، لكنه اسمه فصل دراسي، اسمه فصل، يعني الدهن وفي شبابيك وفي مراوح، حاجات لطيفة جدا. كان في الحر نار، واحنا عندنا حر جدا الصعيد، حر نار، وكنا بنخلص تقريبا الساعة 2 حاجة كده يعني. تخيل بقى تخلص الساعة 2 في عز درجة حرارة اللي هي نار، عندكش حتى، وتفتح شباك هيجيب لك هواء سخن، بتركز في ايه وتتعلم ازاي وتعمل ايه؟ قصة كبيرة. ده احنا الحمد لله يعني اللي بيتعمل ده، انا بوريك نماذج عشان تعرف اللي هيتعمل في بلادنا، لانه ده اتعمل، دي من المراحل اللي اتعملت اللي هي حياة كريمة، وكانت اللي هي القرى الاكثر احتياجا اتعمل فيها. ده اللي انا بقول لك نماذج من اللي اتعمل هنا، حياة كريمة اهو. وريني هنا وحدة طب الاسرة، ارجع كده معلش، وريني وحدة طب الاسرة قبل ما نروح للبيت، وحدة طب الاسرة اللي قبل ده، قبل اللي احنا كنا فيها من شوية، ايوة بعد هنا، ايوة اقف هنا، ده فين دي؟ وحدة ايه؟ طب الاسرة فين؟ فين يا جماعة؟ طيب المهم، هيبقى عندك الوحدات الصحية. شوف انا بكلمك على الوحدات الصحية من شوية ازاي، ادي الوحدات الصحية اللي هتبقى موجودة في حياة كريمة للناس في القرى، هيبقى حتى شكلها حتى من بره، ويبقى فيها تكييفات. ده انت يا راجل حاجة مختلفة، انا بخليك بس تشوف البلد هتتغير ازاي، زي ما سيادة الرئيس قال، تغيير حقيقي للناس اللي عايشين في القرية المصرية، في القرى المصرية، والكفور والنجوع، بعمل له حاجة تليق بالناس بجد، مش كلام، لا، قدامك اهو. طب النهاردة ما هي الناس بتشوف النهاردة اللي بيتعمل في بلادها، ما انتوا بتشوفوا في بلادكم بيتعمل ايه. طب بالاضافة لده كمان، اللي بعده، بالاضافة لده هيبقى كمان فيه تأهيل للأهالي، ما أنا عايز أشغل الأهالي، عايز أوفر فرص عمل للناس. الموضوع النهاردة السيدة المصرية لما بيتها بيتعمل ويتنظف، هيبقى بالنسبة لها إيه الموضوع بالنسبة لها؟ اهتمامها هيبقى إزاي بعد كده؟ أنت بتوفر كمان للناس إيه؟ بتعمل غير الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء واللي إحنا بنتكلم عليه، قرى هيدخل لها الغاز الطبيعي، تدخل غاز طبيعي، وحدات المحلية اللي موجودة عندنا في القرى اللي هو المجلس القروي وغيره تتغير وهيتم تطويرها. ايه كمان بتوفر كمان اللي عندك تعمل اهو، ده اللي انا عايز اتكلم عليه، هتعمل مجمعات صناعية. وكان سيادة الرئيس شاف المجمعات دي نماذج منها في الهيك ستيب من اسبوعين،
شافها، نماذج الصناعيه، مجمعات صناعيه، وتكون المجمعات الصناعيه في القريه بجانب الطرق عشان حركه النقل والمواد الخام وغيره، والناس تقدر توصل بسرعه، فهتقدر تعمل مجمعات، بتعمل تاهيل مهني، بتعمل تشغيل، ادي اهالي القريه هتعمل لهم تشغيل زي ما حضرتك شايف كده. يعني انا مش بعمل كمان تطوير وكذا وبنيه، لا ده انا كمان اشغل اهالي البلد. ما هي احنا مشكلتنا مثلا في سوهاج مثلا انه ناس يعني بطاله، ارتفاع يعني مستوى يعني دخل منخفض زي ما بقول لحضرتك، فقر فظيع جدا. طيب ما انت عايز توفر للناس، ترفع من دخلهم، ما انا عايز ما يبقاش عندي، عايز اعمل اخفض مستوى ال 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 الفقر اللي موجود عندنا. طب اعمل اشغلهم ايه؟ الستات عندنا هينزلوا؟ لا، اعمل لها مشغل، اعمل لها مصنع تشتغل فيه حاجه صغيره، يعني مشغل زي ما احنا بنشوف، عشان يقدروا كمان يشتغلوا في الحاجات اللي زي اللي قدام حضرتك، ويعمل لهم عائد. طيب الشباب، شباب القريه ينزل يشتغل مع الدوله وهي بتشتغل عندك في قريتك. ما انت انا عايز العماله منين؟ من القريه. يبقى انا هنا بوفر فرصه عمل للناس وعنده دخل جاله. ده انت كمان عملت التصالح اللي قدام حضرتك ده. التصالح ده حياه كريمه، الناس اللي ما كانش معاها فلوس تدفع مقدمات تصالح على بيوتها في القرى، انت من حياه كريمه دفعت وسددت لهم. ما اسمها حياه كريمه ليه؟ مواطن ما عندوش، ههد بيته؟ لا مش بيته، هو ما عندوش غيره. طب يا عم الحاج معاك فلوس؟ لا ما عنديش فلوس. عملوا وخدوا الناس اللي هم وضعهم صعب وراحوا دفعوا فلوس، حياه كريمه بمعنى كلمه حياه كريمه. عندك حاجات تانية تقدر يعني بالإضافة، عندك محو الأمية، ما لازم تشتغل على المحور ده، سكن الكريم، الحملات التوعية، التأهيل للناس، تجهيز العرايس، الناس عايزين يتجوزوا وديون اللي على الناس، ما هو ده حياة كريمة. ما حياة كريمة بتعمل كده. الله، مش في كل شوية بنلاقي يعني مبادرات دفع كذا وتكاليف كذا، والناس اللي عندهم ايه بناخدهم ونخرجهم من وندفع الفلوس اللي هم عايزينها؟ تنمية للقرية المصرية ولأهالينا في القرى المصرية من هذه المبادرة الهائلة. مبادرة بمعنى كلمة مبادرة، مبادرة بتتكلم على حياة للناس. هتغير تمانية وحياة 58 مليون. شايفين الرقم قد ايه؟ 58 مليون. عايشين العيشة اللي قدامك دي، ده العيشة دي كويسة، اللي قدامك ده كويس. هنا بيجهزوا هنا في احدى قرى محافظة القليوبية اعتقد، المحطات اللي بتتعمل، محطات ميه، محطات صرف، محطات كهرباء، بتزود كمان النهارده عشان لما ده في قريه كفر شبين في القليوبيه اللي قدام حضراتكم اهي، الشغل اللي بدا في هذه القريه هي في المرحله الاولى من مبادره حياه كريمه. ناس بتشتغل هنا، اهالي القريه يشتغلوا، شباب القريه يشتغلوا، ناس تشتغل تنزل. انا عايزك تبقى موجود عندك سنة كاملة عمل، سنة كاملة في هذه المشروعات اللي قدامك، بحيث الرئيس قال هندخل القرية هنخرج القرية دي مش محتاجة حاجة. يعني محدش هيجي يقول بعد كده مية، محدش يتكلم على صرف، محدش هيقدم طلب لأي حد يقول له لو سمحت ناقصنا كذا، مش هيبقى ناقصك. بيزودوا النهاردة كمان من الحاجات سيادة الرئيس كان بيتكلم فيها معاذير الكهرباء من فترة، الكهرباء اللي بتقطع في القرى، اللي بتقطع في القرى، أنت بتزود النهاردة معدلات اللي هي شبكات التوزيع عشان ما يبقاش عندي انقطاع كهرباء زي ما كان. ما هي دي خدمة من ضمن المبادرة ايضا. ايضا الكهرباء بتوفر الكهرباء للمواطنين، وكمان بتزود شبكات التوزيع لهذه القرى، وبالتالي ما يبقاش عندك كمان وترفع الطاقة بتاعتها عشان ما تقطعش الكهرباء. لو كانت كذا لا زود، وبالتالي زيادة أيضا في رفع معدلات إنتاج الكهرباء، وبالتالي أقدر أحافظ على قدرة التيار الكهربائي يبقى موجود في كل ده. احنا كانت الكهرباء عندنا بتبقى وقت كده تبقى ضعيفة، اللمبة ضعيفة جدا ما بتشوفش. ليه؟ كان بيبقى التيار منخفض، وبالتالي ممكن بيحرق، يعني بيؤدي لمشاكل في البيوت.
اللي عنده تلاجة ممكن تبوظ، اللي عنده تلفزيون ممكن يتحرق، كان بيحصل الكلام ده. بقول لكم على حاجات كان بتحصل. شوفوا حضراتكم لما انا كل اللي بحكيه من ساعة ما بدأت لدلوقتي بيوفر لك قد ايه، بيوفر لك قد ايه ويساعدك قد ايه، انه كل ده بيتعمل، هيتعمل في القرى المصرية مبادرة لم تحدث في تاريخ مصر ولا العالم. مش قلنا اي حد يدور على دولة في العالم عملت اللي بتعمله مصر النهاردة، واللي بكرة الاف المصريين هيكونوا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يشاركوا ويحضروا ويسمعوا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسمعوا من رئيس الوزراء وتفاصيل كثيرة جدا. العالم كله بيبقى او الدنيا كلها بتبقى بالنسبة لنا، انا بتكلم عندنا المئة مليون، مئة مليون يعني مواطن يبقوا مهتمين بكرة اللي هيكلم سيادة الرئيس في هذا الامر اللي بيخصنا كلنا، لان ده بينعكس علينا. انت النهاردة داخل في هذا المشروع الضخم اللي ما حصلش في تاريخنا على الاطلاق، انه يجي بعد سنة، بعد ما نخلص بعد سنة ان شاء الله تعالوا ورونا القرية. ولكن اتمنى انه طول الفترة القادمة مع بداية العمل انه يبقى الناس مهتمة قوي، واهالينا في القرى ساعدوا الناس اللي بتشتغل عندكم، ساعدوهم بمعنى انك هتتحمل التعب شوية، تعب ان انا بحفر عشان اوصل مية، اوصل غاز، اعمل كهرباء، اوصل خدماتك كلها، بعمل حفر مرة واحدة عشان لما نقفل مش هنرجع نحفر مرة تانية. اتحملوا الفترة اللي جاية وساعدوا الناس اللي جايين يشتغلوا معاكوا وعندكوا، وجايين يشتغلوا عشان يحقق لك اللي حضرتك دايما بتتكلم عليه، دايما كان نفسك تعمله، واللي دايما كنتوا نفسكوا يحصل عندكوا في بلادكوا وفي بلادنا. كنا طول الوقت بنتكلم كده، عندك محطة قطر بايظة فيها مشاكل، هتتعمل محطة القطر. تاني انا بتكلم كل ما تذكر حاجة هقولها، عندك مزلقانات كذا هتتعمل، يعني وزارة النقل داخلة كمان في هذا المشروع من ضمن الوزارات الكبيرة اللي داخلة. محطات القطارات كلها هتتعمل، لو محتاجة تطوير قطارات محتاجة، قرى محتاجة، محطاتها عادة محتاجة. يتعمل مثلا المكتب بتاع التذاكر او شباك التذاكر، او المحطة محتاجة اعادة تأهيل، او يتعمل فيها ايه، يعني كل الحاجات دي يبقى في خطة كبيرة. كل ده هيبقى في القرى، هيبقى زي كده زي ما قدامكم. ورينا هنا، اقف هنا يوسف لو سمحت، اقف هنا، اقف هنا. هنا يا جماعة انا بعرض لحضراتكم عشان وحضرتك في قرية او كفر او نجع هيبقى عندك حفر زي اللي قدامك ده، فانا بقول لحضرتك اتحمل، معلش هتتعبوا شوية معلش، بس هتستريح بعد كده بسم الله ما شاء الله. يعني هنا الحفر ده ادي الطرق، فالناس طبعا هتبقى، فانا بقول لا لازم نتحمل عشان نخلص وعشان الدولة تخلص. هنا حفر فهينزل المواسير بتاعة الصرف، لو في مواسير، لو في كذا مية، لو في كذا، لو في هتبقى في الاماكن دي، نقفل بعد كده، وبعد كده نعمل عملية الرصف للطرق، خلاص محدش هيقعد يفتح مرة تانية ولا مرة عشرة. يبقى عندك بيسلمك بلد، وسلمك طريق، وسلمك قرية مختلفة تماما اللي احنا طول عمرنا بنتكلم عليها. ولكن كمان وانا شايف البيوت بتاعتنا، ومن فترة سيادة الرئيس كان بيتكلم على دهان البيوت، ما هو انا لما اجي يا جماعة، واحنا خلينا نتكلم بصراحة، لما انا ما حدش النهاردة بيحملك جنيه، الدولة انفاق كامل لا تطلب اي شيء، انفاق 700-800 مليار جنيه، لكن انا كمواطن النهاردة الدولة بتعمل لي كل حاجة. واللي انا ما كنتش في يوم من الايام افكر، انا كنت بقول لكم بداية الحلقة كانت احلامنا وطموحاتنا ايه في قرانا، اتعمل بيتعمل النهاردة وهيتعمل النهاردة ما لم يكن في خيال اي مواطن عايش في قرية او نجع، لا يمكن كنت تتخيل ده. البيت اللي قدامك ده، هل البيت اللي قدامك ده لو انا صاحب بيت ادهنه؟ ادهن بيتك. لما تدهنوا بيوتكم كلها زي ما مش دلوقتي، وقت ما يشتغلوا ابدأوا تدهن بيتك، تبقى ايه، بحيث القرية دي تبقى نموذج يا اخي، بلدك وبيتك، ويبقى البلد كلها كده واخده منظر جميل. لو عملتوا ده بشويه تكاليف بسيطه بيوتنا مش هتاخد يعني حاجات كتيره يعني، والناس مع بعض، الاهل والقرايب والاخوات، ويتحملوا مع بعض، ويلا يا جماعه نطلق مبادره، يلا نجمل بيوتنا احنا كمان، كل بيت في كل قريه وكل نجع، لو عملنا ده مع بعض تخيلوا منظر هيبقى. تبقى حضرتك قد ايه شايف بلدك وقريتك،
تبقى في منتهى السعاده طول الوقت. انت خلاص ما يبقاش عندك مشكله، هيبقى عندك الطريق ده اترصف، هيبقى عندك كهرباء لو ما عندكش، ميتك موجوده، حاجتك موجوده، مدرستك، وحدتك الصحيه، كل الخدمات موجوده عندك، كله كله، ناقص ايه؟ بيتك ده يبقى منظره كمان حلو. هو حلو طبعا بيكو، حلو بيكو بوجودكو، وربنا يديكو الصحه يا رب. ولكن تاني بقول هيبقى حلو كمان زياده لو انتوا دهنتوا بيوتكم، بيضتوها زي ما احنا بنقولها عندنا، بيض بيتك، ادهنه. البيوت دي كلها اللي قدامنا ادهنت هيبقى شكلها مختلف، هتبقى مصر حاجة تانية بجد. لو ما قدرتوش تعملوا ده خلاص بيتعمل، البلد يعني عملت كل اللي عليها، ولكن يتبقى حاجة واحدة عليكم انتوا بس، اللي هي وانا بقول لو احنا مع بعض كده بنتكلم على مبادرة دهان منازلنا. ده اصل ده بيتك، فانت بيتك عايز يكون افضل حالة، اعمله في افضل حالة اللي انت شايفه. دولة النهاردة بقول لحضرتك والله النهاردة عمال اشوف بعض الحاجات واشوف ردود الافعال ايه والناس ايه، ادي اهو قدامك اهو. اكبر واهم او واحدة من اهم، خلوا بالكم احنا كل شوية بنقول ايه سيادة الرئيس لو عمل ما عملش حاجة تانية غير ده هايل، لانه كل الحاجات اللي اتعملت 7 سنين اللي فاتوا في كل حاجة، بس كان عندك اولويات. احنا يا جماعة 2016 3 نوفمبر 16 والله لو ما اتاخد قرار الاصلاح الاقتصادي للبلد دي كانت رايحة خراب خراب خراب. كلمة خراب انا بكرر كلمة خراب 3-4 مرات. لو ما خد الرئيس قرار الاصلاح الاقتصادي 3 نوفمبر 2016 خراب، لكنت تلاقي تاكل ولا تشرب ولا احتياطي ولا مواد التموينيه ولا شيء ولا شيء، ولا كان عندك تفكير، تفكير أأكلك الأول هروح أعمل وأعمر وأبني وأقول إن أنا هعمل مشروعات وهعمل ريف ما كانش عندك، مش كانش عندك يبقى أي حاجة، ولا شيء كان يبقى عندك. قرار ده تخليه كده قدامك النهاردة يبقى عندك احتياطي في البنك المركزي. امبارح كان معانا نائب محافظ أستاذ جمال نجم، عندنا 40.5 مليار دولار احتياطي، احتياطي. احنا ما كانش عندنا، كان معانا السيد محافظ البنك المركزي في شهر 9 اللي فات على الهوا سيد طارق عامر، ما كانش عندك تجيب دواء، ما كانش عندك، ما كانش عندك توفر احتياجات الناس اكلها ولا ادويتها ولا علاجها ولا اي شيء. النهارده لا، النهارده عندك الحمد لله. ليه؟ نتيجه لسبب واحد، قرار 3 نوفمبر 2016 اللي انقذ بجد الدوله المصريه. ولا كان يبقى عندك دولار من الدولارات اللي قدامك دي 40 مليار دولار احتياطي البنك المركزي في ظل كورونا، داخلين على 2 سنين كورونا، ويبقى عندك احتياطي كده، ويبقى عندك كل السلع بتاعتك موجوده ده انا انفاق. النهارده الشركات المصريه، المصانع المصريه، انت عارف الشغل بيتم في القرى ده؟ الله، ما كلها مصانع مصريه اللي لو انا عايز سيراميك وعايز صحي وعايز كهرباء وعايز معدات، ما هي مصانع مصريه. يعني انت شوف كام مليون فرصه عمل بتوفرها المصانع المصريه، تقعد تشتغل 3 سنوات لم تتوقف، لا تتوقف 3 سنوات جايه، عشان عايزين شغل من كل هذه المصانع. اللي عايز قدامك، عايز حديد، عايز خشب، عايز اسمنت، عايز كهرباء، عايز مواسير، عايز ايه تاني، عايز صحي، عايز كل حاجه. كل ده هيعمل ايه؟ شركات تشتغل، مصانع تشتغل وتساعد، كل ده مصانع، كل ده شغل، ايادي عامله، عندي فرص عمل، ملايين فرص العمل في هذا المشروع فقط. لا كلمتك على حاجات تانية، بكلمك على مشروع قومي للريف المصري، انجاز الريف المصري، الترع، كل ده، بيوت اللي هتتعمل، دهان المدارس، مقاعد وغيره وكراسي وغيره، كل اهي شركات تشتغل. كل دي فلوس، كل دي فلوس، كهرباء، محطات الكهرباء وشبكات التوزيع، كل ده فلوس داخله بيوتنا ونستفيد منها، ويستفيد منها الناس اللي شغالين مصانع مصرية النهارده، لا تنام، تشتغل ليل ونهار. انت عندك شغل 3 سنوات في هذا المشروع فقط، ما كلمتكش على الباقي، والباقي شغال ما شاء الله يعني، لكن هذا المشروع كمان الاضخم،
اللي يحتاج جهد اكبر، بنتكلم على 58 مليون مواطن يا سبيل. بص الطرق هتبقى ايه؟ اقف هنا يوسف لو سمحت، معلش ارجع ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني معلش ارجع. عمر ده عمر، اقف هنا لو سمحت. عمر ده ما كان عندنا في قرى، عمر ده ما كان عندي في قريه. الرصف اللي قدامك ده محدش كان بيعمل رصف، رصف قرى، نجوع. ده النجوع دي محدش كان بيفتكر حد يوصلها اصلا. النهارده كل ده يبقى موجود في كل حته، طرق تبقى كده، البيوت تبقى كده. بص البيوت لما بتبقى واخده الدهان، بص منظرها بيبقى احلى ازاي. شايفين الفارق؟ وكلهم زي بعض، لون واحد اهو، لون بيبقى منظر، حتى منظر جمالي. نفسي والله الاقي كده، نفسي الاقي بلادنا وقرانا ونجوعنا واهالينا يبقوا عاملين حاجه بالمعنى ده. ويا جماعه القريه الفلانيه نعمل اللون كذا، ليه لا؟ يقعد العمده، يقعد الناس، يقعدوا الاهالي مع بعض، نتفق ونعمل مع بعض، نقرر نعمل الوان، اي الوان تختاروها تبقى لطيفه، بس نعمل تبقى حاجه لطيفه من عندنا كمان. كمل يوسف لو سمحت. هذا اكبر مشروع، اكبر مشروع في تاريخ البلد. بص اقف هنا، اقف هنا، ارجع معلش، ارجع معلش. انت بتوقف، ادي ادي بيت، ادي بيت، بيت زي ما حضرتك شايف كده. هل ده حاجة محترمة ولا لا؟ هل ده سكن كريم ولا لا؟ هل دي حياة كويسة للناس والعائلات والأسر ولا لا؟ يستحقوا يستحقوا. ادي حاجة بعرضها لحضرتك، من ده من مبادرة الرئيس اللي بدأت في القرى الأكثر احتياجا اهو، بوريك تشوف عشان يبقى عندنا بيوتنا. اتفضل يا يوسف نكمل. شوف حاجات تانية كتير كمان، وهتشوف يعني مجمعات والأسر، ناس حتى تبقى قاعدة مستريحة، يا رب تبقى قاعدة مستريحة، تبقى سعيدة، تبقى مبسوطة. لقوا بلدهم بتعمل لهم حاجة، لقوا بلدهم اهتمت بيهم، لقوا بلدهم شافت له بيت كويس. عندنا في أسوان اهو مثلا يتعمل ايه؟ حياة كريمة بجد، مهما تتكلم ومهما تقول. بصوا هنا البيوت، ارجع معلش يوسف لو سمحت، ارجع معلش يوسف، ارجع ارجع اللي قبل ده، اللي قبل ده. هنا اللي عدي، اللي بقى هنا، هنا اهو، هنا مركز شباب اهو، مركز شباب. ادي المبنى وادي الملاعب، مركز شباب قدامك. مراكز الشباب عندنا اخبارها ايه النهارده مثلا؟ لكن اهو تعمل، عندك مبنى كويس، عندك ملعب صغير، حاجات كده كويسة لطيفة. نعدي اللي بعده، وكله هنا. اقف هنا، اقف هنا، اقف هنا، اقف هنا، قدامك اهو مدرسة، مدرسة، واعتقد دي مبنية جديد، يعني دي مدرسة لسه يمكن طلب ما يدخلوا السنة الجاية فيها ان شاء الله. بص نموذج المدرسة ده اللي كنا بنتكلم عليه من شوية، ده نموذج المدرسة الجديد، مدرسة بحياة كريمة بجد بمعنى الكلمة، أسوار بمعمول ألوان اختيار، عندك ملاعب أهو لسه ما كملتش، ولكن بوريك نموذج مدرسة حياة كريمة. ما لسه ما إن شاء الله تكون السنة الجاية إن شاء الله الطلبة يبقوا فيها، بس بوريك نماذج ما بين المدرسة اللي اتعملت والمدارس اللي كانت عندنا زمان. اتفضل. معلش انا مطول في الموضوع ده، لانه بصراحه موضوع مفيش اهم موضوعات اللي رايحه للناس، مفيش اهم من القضايا. اقف هنا وانت ادخل، ارجع قبل الدخله دي، بس هنا اهو، ادي نموذج اهو، نموذج المدرسه، وادي الملاعب، وادي الحاجات. يبقى انت بتوفر، بتعمل كمان للناس حتى في الفتره اللي بياخدوها، عندهم حصه رياضه، حصه العاب، ينزلوا يعملوا، عندهم فسحه، عندهم عندهم حاجه، عنده حاجه، بدل المدارس اللي كلها تراب. كل مدارسنا او معظمها تراب، مش زي كده تنزل من الفصل طابور الصباح واقف في التراب. حتى المدارس في القرى كده تراب، مش معموله ويعني في رصف لا تراب. اتفضل لو سمحت اللي بعده نكمل. بطول بقول لحضراتكم في الموضوع ده، لان الموضوع ده من اهم الحاجات اللي قدامنا، ومن اهم الحاجات اللي وصل الناس، يعني اللي داخله ان الناس، والناس هتستفيد بيها بطريق مباشر.
المواطن مهما تقول له كذا يقول لك طب انا فين؟ انت اهو، اولادك اهو، انت طريق اهو تستخدمه اهو، مدرسه عندك في البلد اهي، ملاعب موجوده في المدرسه اهي، مركز شباب ادي ترعى وكذا اهي، دي استفاده مباشره للناس، هو ده اللي يهم المواطن. طب انت عملت لي ايه؟ اقف هنا، اقف هنا معلش، هنا ترعى قدامك او مصرف قدام حضرتك، بص الطرق بتتعمل ايه على الجنبين. ليه بقول بوريكوا دي بالذات؟ من كل الحاجات، سيادة الرئيس قال لهم في احد اللقاءات اعملوا الطرق اللي حوالين الترعة والمصارف، ارصفوها، مش كان قال كده؟ طيب اهو اهي تتظبط، ودي بعد كده يحط طبقات معينه، طبقه اولى وثانيه مش عارف ايه الحاجات اللي بيعملوها بعد كده عشان ترصف الكلام ده، يبقى لانه في استخدام ليها، ما احنا بنستخدم الطرق ديت، المصارف دي على زراعات وعلى كذا وقرى ونجوع هتلاقوها هنا، فتعمل لهم كمان رصف الاماكن دي، كله هيترصف. كمل كمل، ادي معدات اهي، اوه ارجع معلش يوسف، ارجع 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 الطريق اللي بره، اقف هنا اقف هنا، ادي المعدات اهي، ادي المعدات، ادي الطرق، ادي بدايه عمل معدات، ادي مصرف الناحيه اللي على شمالنا شايفين، وده نجع او كفر او عزبه، لانه عدد البيوت اللي احنا شايفينها قليل، فتبقى انت كمان واصل لاقل عدد وتجمع سكاني في مصر هتوصل له بده. اتفضل نكمل نكمل، ادي بيت، ادي اسره، اسره استفادت، واسر كتير ملايين هيستفيدوا، ونعمل زي ما احنا عاملين حاجه لطيفه ايه للناس، مركز صحه او رعايه الامومه والطفوله، بصوا بصوا اقف هنا يوسف معلش، بصوا بصوا الجمال، بصوا الجمال ده، يبقى موجود في قريه، ده يبقى في قريه، النموذج اللي قدامكم ده، مبنى اللي قدام حضراتكم ده، هي اهالينا وبناتنا وامهاتنا ومش يستاهلوا تعمل لهم مركز لرعايتهم ليهم زي ما انت شايف حضرتك كده، بدل ما بيروحوا كانوا ومش لاقيين حتى كرسي يقعدوا عليه. النهارده بص المشهد، بص اللي قدامك ده، ايه يا جماعه في مصر؟ بكلمك على القريه المصريه. اتفضل اتفضل اتفضل، مهما اتكلم، مهما بالمناسبه اقعد اتكلم واقول يعني مش هنقدر يعني ندي البلد، وقيس عبد الفتاح السيسي بصراحه حقه كاملا والله، وانا بتكلم على الهوا ودايما بقول الحكايه دي وبكرر الحكايه دي بصراحه، بيعمل اللي وبيعمل اللي ما كانش حد مفكر يعمل ده. اتنست القرى يا جماعه، اتنست اتنست اتنست، سنوات 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 طويله اتنست، ولكن النهارده حان وقت انه القريه المصريه واهالي القرى والريف المصري انه بلدهم توصل لهم كل حاجات وتعمل لهم يعني حياه كريمه بمعنى كلمه حياه كريمه، انهم يستحقوا ده. الناس اللي تعبت طول عمرها النهارده البلد موجوده معاهم، وانتوا هتبقوا شايفين الكلام ده، مش هقول لك حاجه، انت عندك في القرآن وكلها هتبقوا مع الناس، ما الناس بتشتغل، الموضوع مش هيبقى سر، ده احنا بقول لحضراتكم اللي انا بوريه لكم ده، ونيجي بعد سنه نشوف القريه اللي خلصت وال1400 قريه اللي خلصوا مع النجوع والكفور تبقى حاجه. وانا نفسي وانا بطلب النهارده، انا عايز نصور كل قريه بننزلها، كل نجع بننزله، كل بيت، كل طريق، كل ترعه، كل يعني مدرسه، وحده صحيه، مركز شباب، اصوره لو سمحتوا، وثقوا شغلكم لو سمحتوا، أرجوكوا ونداء طلبته قبل كده بس بطلبه النهاردة كمان، وثقوا شغلكوا، وثقوه فيديوهات، حضرتك داخل القرية فلان سين، أول ما تدخل القرية صور القرية بالكامل، طريق كان شكله إيه، الترعة كان شكلها إيه، المدرسة كان شكلها إيه، البيوت كان شكلها إيه، الشوارع والحواري كان شكلها إيه، صوروها لو سمحتوا، عشان بعد كده هقول لحضراتكم المواطن يعرف مقارنة بلده وقريته، كانت البلد دي ايه وبقت النهاردة ايه. التوثيق مهم جدا، ارجوكم ما تنسوش التوثيق كله، كل قرية وكل نجع، مش حاجة على بعض، لا اعملي القرية كلها،
اللي داخل القرية الفلانية مسؤولية، أو أنت داخل ارفع الكلام ده على فيديوهات وعلى صور وخليها معاك. بعد ما تخلص وانت شغال، فاكرين في قناة السويس كنا بنعمل كده؟ قناة السويس كنا كل يوم بنذيع لحضراتكم هنا في هذا البرنامج. القناة النهاردة بيعملوا ايه؟ حفروا ايه؟ حفر، وبعدين لما بدأت المية تظهر اول يعني مساحة مية ظهرت عرضناها، بدأنا وشغالين شغالين شغالين كل يوم كنا بنعمل ده، وثقناه لحد القناة، افتتاح القناة. تيجي تقول شفتوا عملنا ايه في سنة؟ يا نهار ابيض، كان بص صعب، كان ايه عملنا ايه. يبقى هو كده، انا عايز كل يوم يبقى عندي التوثيق ده عندكم كدولة يعني، وبعدين نبقى نستعين بيه، وبعد كده نقول ايه اللي حصل في القرية الفلانية، ايه اللي حصل في نجع الفلاني، عشان هو ده اللي يفضل. التوثيق ده هو اللي يبقى موجود. ما يخلي بال حضراتكم يدي الجميع العمر يا رب 100 سنة محدش يبقى فاكر، 20 سنة محدش يبقى فاكر. احنا مش فاكرين امبارح ولا اول امبارح، في حاجات كان 13 والكهرباء اللي بتقطع محدش فاكرها عشان بقتش تقطع، الحمد لله ان شاء الله الحمد لله يعني. محطات البنزين محدش فاكر، طوابير العيش محدش فاكر. انا بكلمك على 8 سنين مش بكلمك على 50 و70 سنة. فعشان يبقى ده موجود، التوثيق التوثيق لكل حاجة بنعملها، عشان هو ده اللي يبقى ايه؟ كنا هنا النهارده بقينا هنا بسم الله ما شاء الله، عشان الكل يبقى حاسس الفارق ايه؟ ايه حجم التغيير اللي سيادة الرئيس قال عليه؟ التغيير، ما هو ده اللي موجود دلوقتي، هيبقى ده التغيير اللي هيبقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وعندنا ثقة هيتعمل أحسن حاجة ان شاء الله بإذن الله. أنا بتكلم في الآخر على قرية، مش عايز القرية دي تبقى، لا بس هي في الآخر قرية تبقى أفضل حاجة للقرية. يعني القرية مش هخليها مدينة، مش تبقى، لكن على الأقل إن أنا بتكلم على بلد مختلفة، على احتياجاتها موجودة، حاجتها موجودة. ما القرية عنده أرضه وعنده الحاجة بتاعته والماشية بتاعته، مش هيغير حياته المواطن اللي قاعد في القرية، ما هو حياته في القرية، هو عايز بس أسهل له حياته، أحافظه على حياته، عنده زراعاته بينقل زراعاته، مش هقول له لا حضرتك قعدت، لا ده أنا عايزك تنتج أكتر وتزرع أكتر وتشتغل أكتر. احنا داخلين على مرحلة عمل بجد معنى الكلمة، مش بغير له حياته من لا لا خالص، حياته زي ما هي انا بغير له، بساعده على ان حياته تكون ميسرة اكثر، ميته كويسة نظيفة في بيته، كهربته موجودة في بيته، صرف صحي موجود في بيته. القرى المصرية قد ايه النهاردة؟ كانت كام وبقت كام النهاردة؟ كانت تقريبا 10 ولا 12% تقريبا على مستوى الجمهورية، النهاردة تقريبا داخلين على 40 او يمكن اكتر من 40 او 41 تقريبا، في الحدود ده، الحدود دي صرف صحي. طب هنوصل، هيبقى 100%، هيبقى 100% كل حاجة، مية 100%، كهرباء 100%، صرف صحي 100%، تغطية ترع 100%، شبكات، كل حاجة هتبقى. ما هو ده معناه ايه؟ ان انا ما اجيش بعد 3 سنين الحقوا القرى المصرية، ما انا برفع معدلات كمان حياة الناس، وقلل المشاكل اللي عند الناس، وقلل معدلات الفقر اللي عند الناس، اقللها، اقلل البطاله اللي موجوده عندنا، بقلله. ما دي لما بعمل فرص عمل ما انا بقلل. بكره ان شاء الله، بكره باذن الله تعالى شوف البلد زي ما سياده الرئيس قال، شوف القريه المصريه قريه مختلفه تماما، ناس تحس بجد بتغيير حقيقي. كان ممكن نعمل ده من، لا ما كانش نقدر نعمله من 6 7 سنين، ما كانش نقدر. ليه؟ ما كانش عندك الفلوس والموارد اللي تخليك تدخل في هذا المشروع. ما كانش عندي 700 مليار جنيه لمشروع بس قرى، ما كانش عندي، بلا ما كانش عندها. النهارده عندك. ما كانش عندي تريليون لقطاع الكهرباء وزارة الكهرباء، ما كانش عندي، عشان اعمل محطات واعمل طاقة كهرباء واصدر كمان كهرباء، ما كانش عندي. ما كانش عندي. ما لسه بقول لك ما كانش عندنا فلوس نجيب دواء. يبقى عندي ان انا الاول اعمل ايه؟ ااكل الناس واشربهم وادويتهم ولا لا؟ نخلص ده؟ خلصنا. ندخل على اللي بعده ويبقى اللي بعده وهكذا. وتفضل البلد تشتغل. وتفضل تشتغل وتكبر. محدش هيضايقنا ابدا. ابدا ان شاء الله محدش هيضايقنا.
يعني بلد النهارده داخله في اهم مشروع حد بيضايقها؟ يعني البلد دي مثلا في حاجه مضايقاها او حاجه قلقاها او حاجه قلقاها او حاجه قلقاها، كررتها 4 مرات مش كده؟ كانت تيجي بكره رئيس الجمهوريه والدوله كلها مع شعب مصر، الاف بكلمكم الاف، وهتشوفوا بكره يعني على الهوا، هتشوفوا على الهوا بكره الاف حاضرين. ده بلد عندها قلق ولا ربنا ان شاء الله يكرمها زي ما بيكرمها في كل حاجه ان شاء الله؟ اه ان شاء الله، بس محتاجين تفصيلات؟ مش محتاجين تفصيلات نهائي. بلدنا العظيمه. هطلع فاصل واعود لحضراتكم. برجع مع حضراتكم مرة تانية. النهاردة السيد الرئيس استقبل السيد سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بحضور السيد سامح شكر وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. لقاء مهم لأنه طبعا مصر داعمة لأشقاء في لبنان، دعم لسعد الحريري عشان يتم تشكيل هذه الحكومة. وزي ما حكوا بنشوف الدولة كانت حريصة، ولقاء الرئيس النهاردة مع سعد الحريري لضرورة يعني تشكيل الحكومة، تقديم الدعم كامل من مصر لكل الأشقاء في لبنان، وعشان لبنان يعني تخرج من الأزمة اللي موجودة فيها. لبنان حاليا في أزمة سياسية وأزمة اقتصادية هائلة غير مسبوقة يعاني منها الشعب اللبناني. النهاردة الدولار بيوازي 19,000 داخل على 20,000 ليرة، انت متخيل؟ الدولار بيوازي قرابة 20,000 ليرة. كان من 5 6 شهور 5,000، وبعدين 9، وبعدين 12، 15، داخل على 20,000. حضرتك متخيل ده معناه ايه في لبنان؟ انه يحصل هذا الوضع. ناس النهارده مش لاقيين دواء. وعايز اقول لكم معلومه، يعني في اصدقاء لبنانيين لينا بيجوا هنا مصر، واهلا وسهلا بيهم طبعا، ياخدوا ادويه ويرجعوا، ياخدوا لبن اطفال ويرجعوا، او حد قاعد هنا جاي في زياره مصر وهو ماشي بياخد الحاجات اللي بقول لحضرتك عليها يوديها لهم. اللي يبقى هنا وبيعرف انه حد قاعد، لو سمحت هات لي، يدوا له قايمه، وبيدوا قايمه عشان يشتروها وهم راجعين، ما عندناش مشكله، اهلا وسهلا، احنا مع اشقائنا وبندعم اشقائنا في لبنان. ولكن بقول لحضرتك على الوضع شكله ايه في لبنان حاليا. طوابير البنزين بيدي لك 20 لتر، ممنوع تاخد اكتر من 20 لتر. ال 20 لتر بالنسبه لك انك يا دوب تمشي بيهم مشوار وخلصوا. ممنوع تاخد اكتر لك 20 لتر بنزين فقط في اليوم. حددوا ده عشان يقدروا يدوا اكبر عدد من المواطنين اللي هم بيوقفوا طوابير عشان ياخد بنزين او عشان يعني يستخدم عربيته. وضع عندهم صعب جدا بصراحه. فالدوله زي ما بقول لحضراتكم شغاله النهارده يعني على على دعم لبنان، على دعم السيد سعد الحريري، كل اشقائنا في لبنان، عشان نقدر او يقدروا يشكلوا الحكومه الجديده. الحكومه دي بقى لها 8 9 شهور، يعني سعد الحريري كلف من 8 9 شهور من ساعه انفجار مرفأ بيروت، وحكومه حسان دياب ما زالت حكومه تسيير اعمال من شهر 8 لحد النهارده، داخلين على سنه، داخلين على سنه حكومه تسيير اعمال. سعد الحريري كلف بعدها ربما في شهر 10 تقريبا، بعد ما راح ماكرون زيارة في شهر 8 واتفقوا مين يجي او مين ما يجيش، داخلين على 8 9 شهور النهاردة. فكل ده الدولة النهاردة بتتكلم على دعم للأشقاء في لبنان، ودعم المسار الكامل يعني السياسي للحريري، واللي هدفه استعادة الاستقرار في لبنان، ويتعاملوا مع التحديات الكبيرة اللي بتواجه هذه الحكومة، بتواجه الدولة اللبنانية والشعب اللبناني،
وانه لابد من يعني تخرج لبنان من الحالة اللي هي موجودة فيها، وانه الكل لازم يعني اعلاء مصلحة لبنان اولا بعيدا عن التجاذبات السياسية اللي موجودة. الحريري اشاد النهاردة بجهود الدولة المصرية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لحشد الدعم الدولي للبنان في على كل الأصعدة لتواجه التحديات الصعبة اللي بتعيشها لبنان حاليا ويعيشها الشعب اللبناني، وفي ظل المشاكل الاقتصادية والسياسية. وأكد سعد الحرير على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين. المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي النهاردة اتكلم على انه اللقاء سيادة الرئيس مع سيد سعد الحريري بحضور وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة، المشهد تناول المشهد السياسي في لبنان، وبالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين مصر ولبنان الشقيقة. سعد الحريري بعد ما التقى السيد الرئيس التقى كان أيضا مع وزير الخارجية السيد سامح شكري، بعد كده توجه إلى لبنان مباشرة وتوجه إلى قصر بعبدة مباشرة لقاء الرئيس عون. وقدم الرئيس عون التشكيلة الحكومية تضم 24 حقيبة وزارية. خرج من مصر، مشي من مصر على قصر بعبدة لقاء الرئيس عون، تقاه، قدم له قائمة حقائب الوزارية عليها. طبعا الفترة الماضية كان في خلافات شديدة وكان في اتهامات ما بين الرئاسة وبين الحكومة وبين مجلس النواب، كله بيتهم بعضه انه في اعتراضات على بعض الاسماء، في محاصصة في بعض الحقائب. في قدامكم سيد سعد الحريري لحظة دخوله قصر بعبدة، ثم خرج عمل ألقى بيان قصير جدا جدا. نسمع ماذا قال. مرحبا، قدمت لفخامة الرئيس الجمهورية حكومة من 24 من الأخصائيين حسب المبادرة الفرنسية، وحسب كمان مبادرة الرئيس بري بهالفحوى. وبالنسبة لإلي يعني هذه الحكومة هي تقدر تقوم بالبلد وتقدر تبلش تشتغل جديا على وقف الانهيار، وتمنيت جواب من فخامة الرئيس غدا لحتى نبني على الأمر مقتضى. بالنسبة لإلي صرنا 8 أشهر ولا فتنا بالشهر التاسع عم نحاول نشكل حكومة، وهلا وقت الحقيقة، فبإذن الله بكرة بنعرف. قال لك سلم لرئيس الجمهورية ميشيل عون، تفضل دي الحكومة المقترحة اللي أنا يعني أقدر أتعامل معاهم، وبالتالي محتاجين رد من فخامتك بكرة. هل هذه الأسماء يعني تحظى بالموافقة ولا يحصل خلافات وتدخل لبنان في مشكلة كبيرة مشكلة أخرى؟ سلم القائمة للرئيس النهاردة، وزي ما قال السيد سعد الحريري إنه طلب من الرئيس عون بكرة يرد عليه، تعالى شكل حكومة ولا هذه الحكومة الأسماء دي مش عاجباها. بعد ما مشي سعد الحريري وعمل البيان المقتضب اللي حضرتك سمعته ده، هو ده البيان اللي عمله، مشي حتى ما ردش على أسئلة الصحفيين أصلا. عنده هيقول إيه؟ هو منتظر رد من رئيس الجمهورية. ورئيس الجمهورية بعد ما مشي الحريري قال ان احنا هنشوف الاسماء وهنرد، هنشوف نعمل دراسة للاسماء المقدمة. هل الاسماء المقدمة تحظى بموافقة الرئيس وبالتالي يتم اعلان سعد الحريري غدا يشكل حكومة بشكل رسمي وتأدي اليمين بعد كده على طول ولا لا؟ الأزمة اللي فيها لبنان أزمة خطيرة جدا، لازم كل الأطراف اللبنانية يعني تتحمل مسؤولية بصراحة. شعب لبناني وأنا لينا أشقاء وأصدقاء، يعني أصدقاء لبنانيين، مش عايز أقول لكم واصلين جايبين آخرهم زي ما بيقولوا كده. امبارح حاولوا اقتحام منزل وزير الداخلية، امبارح
مئات حاولوا اقتحام وحصل اشتباكات عن منزل وزير الداخلية بالأمس، اقتحام مع فالوضع لبنان مظاهرات كل شوية داخلة مظاهرات، وضع صعب. الناس اللي عندها فلوس في البنوك النهاردة مش عارفة تاخدها، اللي عنده دولار في بنك مش عارف ياخده، مش عارف. زي ما بقولك كده، اللي عنده دولارات في البنك في لبنان ما يعرفش يسحب ولا دولار. وبعدين لبنان رايحة فين؟ لازم كل مسؤول في لبنان، يعني زي ما بقول كده، مصلحة البلد أهم من أي مناصب وأي شيء وأي تحديات وأي محاصصات وأي تقسيم. يعني هذه المرحلة تتطلب التكاتف بين الساسة في لبنان، جميع الرئاسة، مجلس النواب، الحكومة، كله يتكاتف لصالح لبنان. ما تاخدوش لبنان لي يعني مسار صعب محدش يتمناه. كلنا عايزين سلامة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية. وانا بقول لكم من البلاد اللي كنت دايما بحب نروح لبنان، لنا اصدقاء كتير في لبنان، مسؤولين واعلاميين يعني في الوسط يعني. فارجو حضراتكم المسؤولية مسؤولية تاريخية قدامكم جميعا، لانه دايما يقول لك اصله مش عارف مين عايز اسماء بعينها، واصله فلان له حصه معينه فلازم تبقى الحصه موجوده. عندهم كان خناقه على حقيبتي تقريبا، الدفاع والداخليه والعدل تقريبا، كان عندهم مين اللي ياخد الحقائب ديت. المجموعه دي ولا الثانيه ولا الثالثه؟ الولاء في الاخر لبنان. تعالوا نتابع لقاء الرئيس مع السيد سعد الحريري. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسيد سعد الحريري في مصر، مؤكدا سيادته دعم مصر الكامل للمسار السياسي للسيد الحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلا عن جهود تشكيل الحكومة مع أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أي خلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليا بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني. من جانبه أشاد السيد سعد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، مؤكدا اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل. اللقاء تناول استعراض المشهد السياسي اللبناني بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من كبار المسؤولين بالشركة. اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة أباتشي والتي تعد أكبر منتج للنفط في مصر، فضلا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر. وقد رحب السيد الرئيس برئيس شركة أباتشي مؤكدا سيادته دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، فضلا عن دورها المجتمعي المقدر في مصر، مع
معربا سيادته في هذا الإطار عن الترحيب بالاتفاق الأخير الذي تم بين الشركة ووزارة البترول لتوسيع نشاطها في مصر في مجال البحث والتنقيب وإنتاج البترول، وهو من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزا لتداول الطاقة في المنطقة، موجها سيادته بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة الأمريكية وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر، مؤكدا في هذا الخصوص استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة الشركات الأمريكية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين. من جانبه أشاد السيد كريستمان بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للسيد الرئيس، والتي قادت مصر لتصبح نموذجا تنمويا واقتصاديا ناجحا ليس فقط على المستوى الإقليمي بل عالميا أيضا، مشيدا بتميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي تليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلا عن امتلاك مصر لكافة المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه بما فيها الموقع الجغرافي المتميز والاكتشافات في مجالي البترول والغاز والبنية التحتية المتطورة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسفير محمد الزويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي طالبا سيادته نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومؤكدا سيادته على ما تتميز به العلاقة المصرية الكويتية من خصوصية وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مع الإعراب في هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت. من جانبه نقل السيد مرزوق الغانم إلى السيد الرئيس تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، ومثمنا دورها في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربي بأكمله ومساهمتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي، مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني. كما أشار السيد مرزوق الغانم إلى الدور المقدر للجالية المصرية ومساهمتها الملموسة في عملية التنمية في الكويت. اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لا سيما على المستوى البرلماني، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيرا سيادته إلى أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك الحثيث بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة، وذلك على خلفية ما تزخر به الدول العربية من طاقات وقدرات ضخمة. واحنا بنتكلم على حياة كريمة، المشروع الأهم في تاريخ مصر، بكرة إن شاء الله يكون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية انطلاق هذه المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أكيد وزارة البترول زي ما كنا بنتكلم من شوية هيكون لها دور، السيد الرئيس تكلم عن هذه المبادرة وقال الغاز كمان نقدر نوصل للناس في القرى الغاز، فنعرف كمان وزارة البترول إيه اللي هتعمله أيضا في هذه المبادرة الرئاسية. المهندس حمدي عبد العزيز مساء الخير. أهلا، مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. خلينا نبدأ من حياة كريمة باعتباره هو الحدث الأهم خلال هذه المرحلة. وزارة البترول إيه اللي هتعمله في القرى المصرية فيما يتعلق بتوصيل الغاز؟ حضرتك في حوالي 1450 قرية إن شاء الله هيخش فيها الغاز الطبيعي، بس طبعا في
حاليا دلوقتي في تنسيق مع وزارة الإسكان، عشان تعرف حضرتك احنا لازم لو يخلص الصرف الصحي وبعد كده احنا ان شاء الله نخش بالغاز الطبيعي. في احنا شغالين على قدم وساق. في على طول اجتماعات مستمره، المهندس طارق الملا بيجتمع مع مسؤولي الشركه القابضه للغازات عشان خاطر يشوفوا الاجراءات اللي بيتم تنفيذها دي، الخطط اللي موجوده. لكن طبعا احنا عايزين نقول ان هذه المبادره هتؤدي الى تحسين مستوى مواطنين الريف المصري في جميع المناطق. وطبعا الغاز الطبيعي زي ما حضرتك قلت هو وقود المستقبل، في نفس الوقت هيوفر وييسر خدمات لاهالينا في الريف المصري. واحنا ان شاء الله على قدم وساق بالتنسيق مع وزاره الاسكان فيما يتعلق بالقرى اللي هي صالحه للتوصيل، بيتم حاليا حصرها وان شاء الله في قرى على فكره دخلها طبيعي دلوقتي في اطار هذه المبادره تم توصيل ليها، والباقي احنا شغالين فيها. في قرى تم الانتهاء من الصرف الصحي واحنا هنخش على طول مباشره في تنسيق كامل، وفي قرى اخرى احنا منتظرين يتم توصيل الصرف الصحي ليها وبعدين نخش الغاز الطبيعي. هايل. اتفضل. شركه اباتشي الامريكيه نشاطها ايه في مصر؟ حضرتك بقى نوعت. اباتشي الامريكيه نعم. الأمريكية تعرف حضرتك هي شركة كبرى في مصر منذ أكثر من 20 عاما، متخصصة في الصحراء الغربية وحققت نجاحات كبيرة في منطقة الصحراء الغربية. وزي ما حضرتك عارف رئيس الشركة العالمية رئيس مجلس الإدارة كان موجود في القاهرة الأسبوع الماضي، والمهندس طارق الملا بحث معاه الاستثمارات خلال الفترة القادمة و الابار اللي هيتم حفظها واتكلموا على الاحتمالات البتروليه في الصحراء الغربيه وكيف ان التكنولوجيا ليها تاثير كبير. انت عارف حضرتك لما كلما زدنا في العمق كلما تم اكتشاف المزيد من الابار بطرق جديده. ايضا اتكلموا على التدريب وتدريب الكوادر الشابه. طبعا تم التسويق هذه الزيارة لرئيس الشركة رجع ثاني القاهرة اليوم كان مع الرئيس السيسي. أيضا عرض عليه خطط الشركة وفي هذا الإطار احنا عارفين طبعا أن لقاء الرئيس مع رؤساء الشركات العالمية بيدي دفعات لقطاع البترول وبيديهم بيحفزهم وطبعا في نفس الوقت بيدي رسائل للعالم الخارجي وللشركات العالمية أن هناك ثقة في الاقتصاد المصري، ثقة في قطاع البترول. وزي ما حضرتك شايف احنا خلال الفترات الماضية السنوات الأخيرة حققنا نجاحات كبيرة في العديد من المجالات سواء الغاز سواء البترول سواء البتروكيماويات المشروعات نفسها التكرير. كل دي حضرتك بتدي دفعات للدولة المصرية. طبعا احنا عارفين في مشروع كبير ايضا احنا شغالين عليه اللي هو مصر تبقى مركز اقليمي للطاقه. كل الحاجات اللي بتتم دي بتدعم هذا التوجه. ايضا الشرق المتوسط منتدى غير الشرق المتوسط وتحوله الى منظمه حكوميه. طبعا احنا الولايات المتحده الامريكيه اصبحت مراقب فيها، طلبت انها تبقى مراقب في هذه المنظمه في هذه المنتدى. وبالتالي في تنسيق كامل ما بين في هذا الموضوع، لان طبعا احنا عارفين ان مصر هي بقت مقر لهذا المنتدى في القاهره برئاسه المهندس طارق الملا في هذه الدوره. وكل الحاجات دي كلها بتضيف للدوله المصريه. طبعا لما ايه اللي عندنا يا حمدي بيه الجديد في مجال البحث والتنقيب بالنسبه لهذه الشركه او غيرها من الشركات سواء في المتوسط شرق او غرب او الصحراء الغربيه او الشرقيه او السوق؟ ايه اللي عندنا جديد او البحر؟ طبعا احنا عارفين حضرتك ان احنا طرحين مزايدات عالميه وتم توقيع اتفاقيات بتروليه مع شركات عالميه كبرى جت مصر الاول مره. زي اكسون موبيل الامريكيه دي شركه كبيره جدا، شركه شيفرون، اخذوا مناطق للبحث عن البترول والغاز في مناطق غرب المتوسط. هذه مناطق بكر لم يتم الحفر فيها من قبل. وطبعا احنا عارفين ان احنا مصر الاحتمالات الغازيه اللي فيها والبتروليه احتمالات جيده، فبالتالي بيتم حاليا عمل ماس سايزمي عشان الشركات تقدر تحفر بعد كده. بس
زي ما انت حضرتك عارف ان جائحة كورونا اثرت على العالم ككل مش ليس بس فقط على مصر لكن ما فيش تأجيلات لكن خلال الفترة احنا شايفين ان شاء الله ابتدت الامور تتحسن والشركات طبعا حتى البرامج الخاصة بيتم تنفيذها حاليا بالنسبة للبحث السايزمي عشان يقدروا بعد كده يحفروا ان شاء الله برضه في منطقة البحر الاحمر احنا وقعنا الاتفاقيات خلاص بس طبعا انت عارف حضرتك هذه الابار الحفر فيها مكلف للغاية فبالتالي الشركات لابد تعمل البحث السايزمي الاول والاتفاقية بتتيح له ذلك ان هو خلال اول سنة ان هو يعمل دراسات يعمل بحث سايزمي عشان لما يحدد المنطقة اللي هيتم فيها حفر اول بئر ليه يبقى هو على درجة من التيقن ان هذه المنطقة ان شاء الله فيها احتمالات جيدة فطبعا في الصحراء الغربية ايضا في اماكن كثيرة بيتم الحفر بيها وفقا للتكنولوجيات الجديدة ايضا هيئة البترول والشركة القابضة للغاز طرحت مساعدة عالمية اول مرة يتم طرحها من خلال بوابة الاستكشاف والانتاج طبعا احنا في اطار الرقمنة الاول كنا بنعمل المساعدة ونطرحها والشركات تيجي تشوف البيانات الجيولوجية وتبص عليها وبعدين تتقدم للمساعدة لا احنا المرة دي المهندس طارق الملا كان من اهم اهتماماته ان يتم تعميم الرقمنة في قطاع البترول فبالتالي تم تنفيذ بوابة المصف للاستكشاف والانتاج بيتم طرح المزايدة عليها فيها كل البيانات المطلوبة في باسورد الشركات تقدر تخش عليه تقدر الشركات وهي موجودة في مقرها في الخارج ان هي تتعرف على المناطق وتتقدم لهذه المزايدة وطبعا احنا بنقول ان شاء الله المزايدة دي هتبقى نتيجتها ان شاء الله دي هتبقى فين؟ يا حضرتك في الصحراء الغربية وفي خليج السويس وفي البحر الأحمر وفي البحر المتوسط كل دي حضرتك مناطق احنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نغطيها باتفاقيات بترولية عشان نقدر نزود الاحتياطات بتاعتنا ونقدر نزود الإنتاج بتاعنا وكل دوت برضك في إطار انت عارف الشركات العالمية دلوقتي لولا ان في مصداقية ولولا ان مصر كانت ملتزمة بالتزاماتها وسددت المستحقات اللي كانت متراكمة من سنوات سابقة وتأكيد هل سددناها بالكامل؟ اللي موجود دلوقتي حاجة بسيطة عارف حضرتك بتبقى عاملة ازاي الحسابات كان تقريبا علينا ايه 12 مليار باين ولا اكتر ولا كان عندنا كان علينا 6.2 مليار دولار دلوقتي حاجات بتبقى في الحدود الحاجات العادية اللي مصروفات السنوية 800 دولار او حاجه لكن الحاجات دي بلاش تاثير لان دي عامله زي الحساب الجاري يعني سددنا الستة مليار دولار اللي كان علينا الشركات الاجنبيه 6.3 من 10 بعد 2011 تقريبا كان طبعا دي بدايه 2013 كان هذا الرقم 6.3 من 10 ابتدينا نسدد فيه مرحليا هايل وطبعا كان في مجهودات ضخمه من الدوله ده ادى مصداقيه للشركات والدوله جاده تمام يا فندم فخلاهم يجوا بقى يشتغلوا يعني الشركات اللي موجودة تبقى هي عارفة انها تاخد مستحقاتها الشركات اللي هتيجي جديدة عارفة ان مستحقاتها بيتم سدادها فبالتالي انت حضرتك بتعمل فرشة للمناخ الاقتصادي الجيد والجاذب لمصر وطبعا ما الاصلاحات الاقتصادية اللي تعمل دي برضك تعمل مساهمة ايجابية القطاع بتقول يستمتع بمثل هذه الاصلاحات عشان خاطر يتم جذب الشركات العالمية اللي موجودة ونزود زي ما حضرتك قلت لحضرتك ان احنا نزود الاستكشاف والانتاج ايضا فيما يتعلق بالمشروعات البترولية عندما حضرتك لما يكون الدولة مستقرة والدولة قوية اقتصاديا وامنيا وسياسيا وشايفين ان في متابعة من اكبر رأس في البلد في الحكومة موجودة في المهندس طارق بيدي المجهودات ضخمة صحيح فيما يتعلق بالعلاقات البترولية مع الدول المختلفة كل ده حضرتك بيدي ثقة للشركاء ان هم يجوا وان الشركات العالمية الكبرى التابعة لهذه الدول انها تيجي وتشتغل في المشروعات احنا عندنا مشروع ضخم جدا حضرتك اكيد تابعته الفترات الماضية كان رئيس الحكومة حط حجر الاساس تم حضرتك توقيع عقد المشروع ده في اسماعيليه
المشروع اللي هو موجود حضرتك في المنطقه الاقتصاديه في في خليج العين السخنه. نعم. العين السخنه ده استثماراته بس هذا المشروع للبتروكيماويات استثماراته 7.2 مليار دولار. لك تتخيل هذا الكم الرهيب من الاستثمارات عشان نقدر نعمل مشروع للبتروكيماويات يتم تحقيق سداد الاحتياجات المحليه. مصر ولا استثمار اجنبي؟ لا حضرتك ده استثمارات هتبقى استثمارات اجنبيه واستثمارات من البنوك. وفي شركات عالميه موجوده زي شركات بيكسل وشركات فرنسيه اخرى. والحاجه المهمه ان هذا في هذا العقد الشركات المصريه انبيو بتروجيت ودي شركات قطاع البترول مش دعايه. هذه الشركات حضرتك بقت في شراكه مع شركات بيكسل العالميه الامريكيه وليست مجرد مقاول لهذه الشركه، لا في شراكه في تنفيذ المشروعات وفي التصميمات الهندسيه. كل دي حضرتك بتدي خبرات. وكان على فكره ده كان من ضمن التفاوضات اللي قادها المهندس طارق مولا فيما يتعلق بتواجد الشركات المصريه عشان نقدر نزود المكون المحلي في تنفيذ هذا المشروع، وبالتالي الشركات بتاعتنا تشتغل. في جزء من التكاليف الاستثماريه يخش جوه الدوله المصريه، فبالتالي دي كلها فوائد اقتصاديه مهمه لمصر. وان شاء الله الفتره اللي جايه المواطن هيشعر بمثل هذه الاتجاهات يعني او العمل. ايضا في حاجات مهمه جدا، مبادرات الرئيس للتأثير على المواطنين فيما يتعلق باستخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات. عايز اقول لحضرتك احنا بننفذ دلوقتي برنامج طموح اول مره يتم تنفيذه، احنا بنزود عدد المحطات اللي موجوده. كنا حضرتك عدد المحطات كان تقريبا حوالي 170 محطه، اليوم في خلال سنه وصل حوالي 400 محطه. محطه تموين غاز، في محطات غاز مستقله، في محطات غاز وقود مع بعض. ايضا في حوالي 400 محطه هيخشوا خلال الفتره اللي جايه 3 اشهر اللي جايين او حاجه. الخطه بتاعتنا ان احنا عايزين نكمل 1000 محطه خلال الفتره اللي جايه. كل ده ليه يا احمد بيه؟ نعم. عشان نقدر نحفز الناس اللي هي عايزه تغير العربيات بتاعتها. في انت عارف حضرتك المبادره دي مزدوجه، جزء منه احلال يعني العربيات القديمه بيتم احلالها بسيارات جديده وبتعمل بالغاز الطبيعي، وفي عربيات في المبادره الاخرى التحويل. وفي طبعا تقسيط للساده المواطنين فيما يتعلق بهذا الموضوع. فلا بد ان انت عشان خاطر تقدر تتوسع في مثل هذا المشروع القومي، ده مشروع قومي فعلا لان ده في مبادره رئاسيه دعت اليه. هذا المشروع القومي لابد ان انت توفر للمواطنين محطات عشان خاطر انت عارف حضرتك بتبقى انبوبه في الشنطه. لما بتخلص صحيح بيبقى فيه وقود مزدوج يقدر يشغل بنزين على طول، لكن احنا بنقول برضك ان عشان خاطر المواطنين يجدوا محطات، فبالتالي دي هتبقى حجر الزاويه في التوسع في مثل هذا المشروع. ايضا احنا عاملين برضك عربيات محطات متنقله لتموين السيارات اللي عمل بالغاز. اول عربيه اول محطه متنقله موجوده ودلوقتي بتبقى موجوده على الطرق، في 10 عربيات جايين تاني في الطريق. كل دوت عشان نقدر الاماكن اللي لسه المحطات بتتبني فيها او لسه ما دخلناش غاز فيها فبتبقى موجوده عشان كل دوت نحطها ان شاء الله هنحطها. يعني ايه محطات متنقله؟ يعني حضرتك سياره فيها بيتم تموين هذه السياره ذات تكنولوجيات معينه، بيتم تموينها بالغاز الطبيعي المضغوط. بتقدر تمون 500 سياره في المره الوحيده. وممكن تغير تروح تملى تاني وترجع تاني، فهي كانها محطه يعني متنقلة. دي ممكن تبقى على الطرق، تبقى في ان شاء الله هي دي الخطه بتاعتنا على الساحل مثلا في شرم الشيخ. تمام. الاماكن اللي لسه حضرتك ما فيهاش لسه محطات دلوقتي او لسه المحطات بتتبني هنحط فيهم هذه المحطات كويس. عشان خاطر احنا عارفين ان فتره الصيف بيبقى فيه السفر والحاجات دي كلها. صحيح. بيزيد معدلات الاستهلاك برضك عشان خاطر الناس اللي هي محوله عربياتها تجد وهي ماشيه في الطريق هذه المحطات المتنقله تقدر تمون منه. اول عربيه جات وان شاء الله الباقي جاي تباع ان شاء الله. فدي كلها يا احمد دي حاجات فظيعه يعني بيتم دلوقتي. طبعا في حاجات كمان الغاز الطبيعي في المنازل، احنا دلوقتي بنعمل
بنعمل زي ما حضرتك قلت حياه كريمه، لكن ايضا المشروع الضخم بتاعنا ان احنا بنوصل غزة 1,200,000 منزل كل سنه. الاول كان في حدود 500-600,000 منزل، حاليا 1,200,000 دلوقتي كل سنه، دي ثالث سنه كل سنه بنخلص على 1,200,000. وفي تقسيط للاماكن اللي ما دخلهاش الغاز من قبل، تقسيط وفي بدون مقدم. كل دي حضرتك سياسات واستراتيجيات موضوعه عشان نقدر نوفر لاهالينا خدمه متميزه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي في المنازل. طيب انتاجنا دايما نتكلم على الغاز ولكن ما حدش بيتكلم على البترول، انتاجنا ايه؟ احنا عندنا زي ما احنا عارفين حضرتك ان البترول الزيت الخام الكحول بتاعتنا وكل مكتشفة منذ عدة سنوات الكحول الكبرى. نعم. لكن احنا شغالين، وانت عارف ان الحقول ليها عمر، في حاجة اسمها معدل النضوج الطبيعي للحقول. فبالتالي لو ما كنتش انت بتشتغل بتكتشف صحيح الاكتشافات اللي موجودة مش زي الاكتشافات العملاقة اللي تم اكتشافها في الستينيات زي المرجان او لاخره، لكن في اكتشافات بتتم دي بتعوض التنقص الطبيعي الموجود. واحنا تقريبا انتاجنا دلوقتي اكثر من 600,000 برميل في اليوم سواء زيت خام ومتكثفات، وكونك انك بتحافظ على مثل هذا الرقم ده بيعتبر انجاز، لان طبعا في نضوج طبيعي للحقول. احنا صحيح بنطرح مزايدات وبنعمل اتفاقيات كل دوت عشان نقدر تستمر عجله الاستكشاف عشان نقدر نزود انتاجنا سواء من الغاز الطبيعي او سواء من الزيت الخام. لكن برضك عايز اكد ان الزيت السهل تم اكتشافه، وده على مستوى العالم مش مستوى مصر بس، الزيت السهل تم اكتشافه. فبالتالي ان شاء الله التكنولوجيات الجديده وان شاء الله الاماكن الجديده اللي مصر هتطرح اللي مصر دلوقتي طرحتها والشركات هتشتغل ان شاء الله يكون في غاز وفي زيت ان شاء الله. الغاز ظهر لحد دلوقتي وصلنا لقد ايه؟ كم قدم؟ الظهر انتاجه الحمد لله اكثر من 3 مليار قدم مكعب في اليوم، واحنا بنحافظ على هذه الطاقه الانتاجيه. انت عارف حضرتك احنا بننتج وفقا للاصول الفنيه للحقول. فبالتالي احنا انتاجنا من الغاز الطبيعي دلوقتي حوالي 7 مليار قدم مكعب في اليوم. احنا بنكفي كل احتياجات السوق المحلي والقطاعات الاقتصاديه والمنازل، وهناك كميات للتصدير. وزي ما حضرتك عارف ان تم الحمد لله حل قضيه التحكيم فيما يتعلق بمصنع الاساله الموجود في دمياط، افكو اوريدي شغال، دمياط دلوقتي شغال. كل دي كلها حضرتك في اطار السياسات والاستراتيجيات اللي موجوده، ودي الثمار بتاعه جهود العاملين في قطاع البترول وجهود الاداره الحكيمه لقطاع البترول عشان نقدر نستمر ونقدر نكون رافد مهم للقطاعات الاقتصاديه لمصلحه الدوله المصريه. بتعملوا دخل ايه للبلد؟ لا انت حضرتك مصر كان في الاول خالص طبعا قطاع البترول كان بياخد من الدوله. دلوقتي لا، قطاع البترول بيساهم مساهمه، بس الرقم مش عندي دلوقتي، لكن احنا فعلا دلوقتي بندخل الخزانه العامه مبالغ مال للدخل القومي. طبعا ده الكلام دوت في اخر سنه تقريبا، وبعدين معدل النمو بتاعنا ماشي الحمد لله كبير يعني ان شاء الله. بشكرك مهندس حمدي عبد العزيز، بشكرك شكرا جزيلا. نطلع فاصل واعود لحضراتكم عقب هذا الفاصل، هنتكلم بقى ايه حاجات لطيفه كده بعيد بقى ايه، نتكلم فن ونتكلم كوره يعني، عندنا حاجات بعد الفاصل. عايز أصدقائنا الأمريكان يهتموا أكتر بحياة الناس، يهتموا أكتر مصر بتعمل إيه لشعبها العظيم، يهتموا أكتر بحياة كريمة للمصريين. ده اللي نفس الأمريكان يعرفوه ويهتموا بيه. عايز الأمريكان بكرة والسفارة الأمريكية بالقاهرة وأصدقائنا الأمريكيين يتابعوا بكرة مصر وآلاف المصريين اللي الدولة بتقول لهم بنقدم حياة كريمة ليكم، وده واجب علينا مش منا أبدا، ده واجب على الدولة إنها تعمل ده لشعبها، لأنها مهتمة بالشعب المصري وحق الشعب المصري أنه يعيش زي ما حق الشعب المصري في مية النيل، زي ما حق الشعب المصري في حياته ومياه النيل ونهر النيل.
فحياة الشعب وحقه أنه يعيش عيشة حياة كريمة. هذه هي حقوق الإنسان الحقيقية. سقان الأمريكان متضايقين عشان 12 إرهابي إخواني قتلة، ومتضايقين عشان الواد اللي اسمه حسام بهجت ده بتاع مبادرة الشواذ ودفاع عن حقوق الشواذ وحاجات كده. زعلانين قوي الأمريكان، والأمريكان بيبصوا ل 13 واحد ومش باصين لل 100 مليون. يعني الأمريكان ما شافوش 58 مليون الدولة بتغير حياتهم، ما شافوهاش. شايفين 12 إرهابي البلتاجي وحجازي والمجموعة دي وعبد الرحمن البر، انه ازاي حكم الاعدام يتحكم. انا احكم عليهم بالاعدام وان شاء الله هننفذ حكم الاعدام، وانا بقول لك هننفذ، احنا بلد عندها قضاء. ثانيا، انت ليه زعلان على دول ومش شايف حياة الملايين؟ هو انت متضايق عشان حسام بهجت؟ متضايق عشان البلتاجي؟ متضايق عشان صفوت حجازي؟ انت متضايق عشان ناس قتلت في مصريين ويتم ان شاء الله القصاص منهم؟ ده اللي مزعلك؟ هو عملت ايه للناس اللي عملوا احداث سبتمبر عندك؟ هو انت متنفذش احكام اعدام عندك؟ في ناس فجروا قنابل عندك في احدى الولايات من 4 سنوات أو 5 سنوات ونفذت فيهم احكام الاعدام، صح؟ طب وانت مالك ومالي؟ ليه طالع متحدث النهارده باسم الخارجيه الامريكيه يقول لك احنا متضايقين والله عشان مصر وعشان حسام بهجت؟ طب وبعدين؟ طب حضرتك مش مبسوط ان احنا هنغير حياه 58 مليون في القرى المصريه؟ ده انا شفت بيوت في امريكا صفيح، والله شفت بيوت صفيح في امريكا واحنا راكبين طياره طالعين من واشنطن الى نيويورك في الطائره، بيوت تحتك كده في امريكا. طب انا ما عنديش ده، ده انا بغير حياه الناس بقى. عملت انت ايه؟ هو ده مش حق انسان؟ بغير حياته واعيشه عيشه كويسه؟ انت زعلان على واحد اسمه حسام بهجت او 12 بتوع اخوان ارتكبوا جرائم ارهاب؟ هو انت بتأيد ارهابيين ولا ولا ضد الارهاب؟ ولا الارهاب على المزاج؟ ولا الارهابي على مزاجك؟ لا، انا الارهابي بالنسبة لي ارهابي، لا افرق انه اخواني ولا داعش ولا بتمق، كلهم بالنسبة لي ارهابيين. عايزين ايه؟ ايه استخدام هذه الملفات المسيسة؟ قال لك يا مصر، حاجة عجيبة قوي. قال لك ايه؟ بتاع الخارجية الامريكية اسمه ايه؟ هقول لك عليه دلوقتي. قال لك انه ان احنا بلغنا مصر بضرورة عدم استهداف بتوع المجتمع المدني. اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ زي حسام بهجت. اللي هم مين؟ ايه المجتمع المدني؟ ده انا عندي 48 الف منظمة مجتمع مدني وجمعية. 48 الف، مش عندي 10، مش عندي 100، 48 الف. ما عندكش في امريكا 48 الف، عندنا في مصر. اشمعنى دول؟ اشمعنى حسام بهجت وامثال حسام بهجت اللي انت تبقى متضايق عليهم؟ طب ما ده يخليه عندي انا شكوك كمان في الناس دي. يعني طول ما انت تتكلم عليه يبقى انا لازم اشك اكتر واكتر واكتر فيه وفي اتجاهاته. يعني ايه حضرتك تدخلك ايه؟ طلبوا الواد الارهابي اللي اسمه محمد سلطان ابن الارهابي صلاح سلطان، قال لك ده مريض، خرجوه من السجن. خرج من السجن، اول ما وصل امريكا باس الارض، اسقط عنه الجنسيه فاصبح مواطن امريكي، خلاص مش مصر، خلاص اوكي. عايز يسقط عنه الجنسيه اسقط عنه الجنسيه، مع السلامه امشي. مش راح باس الارض الامريكيه، بيبوظ زي ما هو عايز. مفترض كان الولد ده مجرم ده عليه حكم ينفذه السجون الامريكيه. هل امريكا حطته في السجن؟ ابدا. طب وانت عايزنا نصدقك ازاي؟ اذا انت قلت لو افرجت عنه انا اقضي العقوبه دي عندي، قاعد ياكل بيتزا وقاعد يتفسح وقاعد يشتم وقاعد يعمل مؤتمرات صحفيه ولا قاعد ولا ساعه. عايز اصدقك ازاي؟ اصدقائنا ونتكلم، ولكن عندما يكون في كلام على بلدي انا اقول لك الكلام. هو انت عايز امنك يبقى كويس وعايز امن انا يبقى عندي خرابه؟ لا، مش هيبقى خرابه. ومصر هتفضل تبني ومستقرة وتواجه الارهاب وتواجه الاخوان وتواجه اي حد يهز امنها او يحاول يهز امنها، دي مصر.
وانت عايز مصر ترجع 2011، مش هتكون 11 ولا 13. احنا بنبني بلدنا ومحدش هيضايقنا بالمناسبه، ولا حد يضغط علينا بالمناسبه، ولا حد هينفذ اجندته بالمناسبه. مصر النهارده غير مصر 11، النهارده مصر مختلفه تماما، ولا هنقبل حد يضغط علينا باي شيء. ممكن نتكلم ونبقى مع بعض وناخد وندي مع بعض، ولكن بدون بالمناسبه البلد دي اكتر حاجه يعني ما كده انه حد يضغط عليها بحاجه، لا تقبل ضغوط تماما، نقبلش حد يضغط علينا خالص، ولا حد يقول لنا اعملوا ده وبتضايقنا. احنا خلقنا ضيق ضيق، والله خلقنا ضيق جدا. ال 100 مليون لما بيلاقوا اي طرف دولي ايا كان من هو بيتدخل، الشعب المصري ده بقى عند الحته دي خلقه ضيق، هنعمل ايه؟ تحبش تسمع اوامر من حد. احنا عندنا قائد، قائد بمعنى كلمه القائد، كلنا وراه، وعندنا قضاء لا نسمح ابدا يتدخل في شان القضاء ابدا. قضاء مصري محترم ومستقل وعادل، والشعب المصري مع القضاء ومع قضاة مصر، والشعب المصري الاحكام النهائية الباتة بتصدر من النقد، الشعب المصري بيطالب بتنفيذها ان شاء الله. خافش من حد، ما بنخافش، احنا قمنا في اعظم ثورة والناس زعلانة والعالم كله هنعمل ونعمل، وبعدين عملنا ايه؟ عملنا اللي احنا عايزينه. الشعب المصري شعب محدش بيهدده ولا يخوفه، حضارة الاف السنين، احنا حضارة الاف السنين، لا 200 و 300 الاف الاف. طب قول لاصدقاء الامريكان عايزكم بكرة، يعني لو انت بتتكلم على بتوع ارهابيين، ارهابيين خونة اخوان، والواد حسام بهجت وامثال بهجت، لو انت متضايق عليهم عايزك بكرة اشوفك هتعمل ايه. والشعب المصري كده بيحتفي باهم واحد من اهم التحركات في تاريخه، انحياز، بعمل بغير حياة 58 مليون مواطن باموال مصر، اموال الشعب المصري، بعمل ده بعمل ده، مفيش حاجة هتوقفنا، هنفضل نبني في بلدنا، مفيش حاجة هتوقفنا، وهندافع عن حقوقنا كاملة في كل حتة، مفيش حاجة هتوقفنا. واحمي بلدي، جيش يحمي شعبه وبلده، مفيش حاجة تمنعه انه يوفر حماية، لانه ده دستوريا مسؤوليته التاريخية، مفيش حاجة هتوقفنا. نجم احمد عز بقالي كام يوم كده تابع برموهات العارف، فيلم العارف، احمد عز مش عايز اقول لحضراتكم الفيلم ده عامل ايه. احمد عز بدا خليه ثم الممر، يعني ادوار وافلام وطنيه اللي هي ايه، شرطه وقوات مسلحه، هجمه مرتده المخابرات. النهارده بنتكلم احمد عز عليه العارف، قصة اللي هي معركة الوعي اللي احنا بنتكلم، والرئيس على فكرة بيتكلم عليها سنوات طويلة، بيتكلم على الوعي. احمد عز عامل دور هايل، الفيلم فيلم هايل العارف، لان زي ما بقول لكم احمد عز كمان يعني بينتقل كمان من مرحلة لمرحلة بالفيلم ده، كمان بيقدم يعني بيتألق في هذا الفيلم. كل فيلم بنشوفه أو مسلسل بنشوفه لأحمد عز بنشوفه أحمد عز المتميز بجد. وأنا بقول لحضراتكم لو أنتوا بتشوفوا الكلام ده وهتشوفوا هذا الفيلم، وأنا شخصيا إن شاء الله هدخل الفيلم ده إن شاء الله بإذن الله، لأنه يتشاف، بيقدم حاجة مختلفة تماما، بيقدم رسالة لأحمد عز. بقول لحضراتكم
امبارح بالليل كان العرض الخاص لهذا الفيلم، وكنا بجد على موعد، والناس اللي كانت، انا من امبارح عايز اقول لكم بتابع حاجات كتير، تعليقات كتير، ناس بتكلم معاهم سعداء ومبسوطين جدا، قالوا لي الفيلم ده هيكسر الدنيا زي لكل حاجه بيعملها احمد عز. فالعرض اللي هو حتى صناع السينما بيتكلموا على الفيلم ده بمنتهى القوه، اكشن، احمد عز فيه توب جديد لاحمد عز، ومع النجوم من العالم العربي، يعني في ثوب جديد احمد عز، اللي انا مره تانيه بحييه. نتكلم على جيل خامس، ولا جيل رابع او جيل خامس من الحروب، اللي هي زي ما بقول كده المعركه الواعيه. النهارده الحروب مش صواريخ ودم، لا لا لا، العقول، اللعب على الدماغ، الشائعات والحاجات دي ما هي حروب، اللي كانوا بيعملوا سنوات طويله ولسه بيعملوه على العقول ويغير وعي الناس والشائعات، الاف الشائعات ضدك، ما ده معركه الوعي. ان انت فاحمد عز في هذا الفيلم العارف بيتكلم وبيوجه كمان انك بتصنع حدث وبتواجه هذا الامر، اللعب على الدماغ، على العقول. بحيي فناننا الجميل اللي انا بحبه جدا والوطني، ويعني لانه قضايا وطنيه وانسانيه بيقدمها او قدمها لينا، وما زال احمد عز يبدع دائما. اولا مبروك على الفيلم. انا متشكر جدا يا استاذ احمد والله على التقديمه الجميله دي وعلى الكلام الجميل ده، الف الف شكر والله، يبارك فيك يا رب. ايه التغيير من لما حضرنا العرض الخاص الى النهارده مع بدايه العرض؟ ايه اللي اتغير؟ ايه المختلف؟ احمد عز شاف نفسه فين؟ لا الحمد لله والله، العارف ده نتاج مجهود سنتين وتوقف وقت الكورونا، وكان متصور في كذا دوله، من الافلام الصعبه جدا. بس ده الجانب اللي هو اللي نقدر نقول عليه الجانب المهني او التعب الجسدي، انما الفيلم نفسه الفكرة اللي بيقدمها هي اعتقد ان هي في الفترة الحديثة دي هي فكرة مواكبة قوي، هي زي ما حضرتك قلت كده، الحروب عمرها ولا هتوصل في الفترة الجاية من وجهة نظري لحروب دبابات وطيارات. الحروب دلوقتي بقت سيطرة فكرية، اللي بقدمه لك في التلفزيون، اللي بقدمه لك في السينما، اللي بتقراه السوشيال ميديا، هي تبقى حقوق معارك سيطرة على الدماغ، وهو ده اللي جاي. ولو تلاحظ ان السينما مثلا البلك بتاعها او ال 60% من دخلها بيعتمد على من سن 10 لسن 25 سنه، ده بيدخل حوالي 70% من السينما. فهم دول اللي بالموبايل بتاعه بيقدر يشوف اي حاجه في اي وقت. من هنا تغيير الافلام وتغيير النمط اللي احنا صورنا بيه الفيلم وطريقه الاكشن اللي احنا استعنا بيها كان لازم تبقى مواكبه للي بيحصل دلوقتي، لانك ما ينفعش تقدم فيلم دون المستوى ما يقدم بره، خلاص ما بقاش حاجه اسمها معلش اصل ده فيلم، لا هو عنده نفس الكاميرا وانت عندك نفس الكاميرا، انت لازم تقدم الافكار والتقنيه زيك زي الخواجه واحسن، وهو ده اللي انا بتمناه وهو ده اللي انا بسعى له في الكام سنه الاخيره، خصوصا ان بقى عندنا كيانات انتاجيه كبيره، يعني هي سينرجي وقفت ورا الفيلم ده بشكل كبير جدا. انتاج ضخم الفيلم ده، انتاج أوي. ضخم مش كده؟ قوي، يمكن الميزانيه الاعلى السنه دي اعتقد. نعم. يعني من الافلام اللي بحيي فيها كل صناعها قبل مننا كلها، قبل الممثلين والله، احمد علاء، احمد حافظ المونتير، احمد مرسي مدير التصوير، يعني كلهم والله الحقيقه يعني عاملين حاجه كويسه جدا، الواحد بيتشرف ان هو بيقدم حاجه زي كده. هل احنا بنتكلم اكشن ولا معارك وانتاج يعني بيحمل رساله لاجيال القادمه او الحاليه؟ طبعا هي الرساله عامه هي دايما دايما لازم تعمل عقلك، يعني اعمال العقل في كل حاجه مهم جدا. يعني انت ممكن تقرا اي حاجه بس مخك هو اللي يشتغل يهديك للصح والغلط. تتفرج على حاجه مخك هو اللي يهديك، دي فكره الفيلم، فكره السيطره على العقول. فهو نقدر نقول عليه ان هو من الاعمال المفيده جدا، وهي وبيقدمها طبعا من خلال جهاز امني، ف مرتبط طبعا بحاله البلد وكل حاجه، بس في النهايه هو فيلم اكشن. هل قصه حقيقيه ولا لا؟ لا لا لا، قصه تاليف، بس طبعا بتبقى مطعمه من حاجات في الواقع طبعا. انما لا، هي تاليف محمد سيد بشير، وهو كاتبه بشكل كويس جدا الحقيقه. من امبارح عايز اقول لحضرتك كتير ناس بتتكلم كتير عن فيلم الرائع، عن انه ينصحوا انهم ناس يشوفوه. حكايه احمد عز ايه مع العارف، و تحديدا تجهيزك للفيلم، القصة لما اتعرضت عليك ايه، يعني عملت ايه؟ الحقيقة هو دايما بتبقى قصة بتبتدي بسطر فكرة، مجرد فكرة. احنا كنا بنفكر ان احنا ننقل
طبيعه التصوير وطبيعه الاخراج وطبيعه المواضيع الى سكيل ابعد في الاكشن. هو دي كانت الفكره في الاول مع الاستاذ احمد علاء، وهو مخرج كبير جدا وانا بشكره على الفيلم ده. هو يعني الحقيقه يمكن من الناس اللي نقدر نقولها اكتر حد تعب في الفيلم ده وصبر عليه كذا سنه، وكان موقف مشاريع كتير لانه كان مؤمن جدا بالفيلم ده وحاطط فيه كل مجهوده وتركيزه. فهو الحقيقه من المخرجين يعني اللي انا بتشرف ان انا اشتغل معاهم. هي كانت الفكره ان احنا نروح منطقه ابعد في الاكشن. يعني احنا ليه ما نقدرش نعمل زي افلام بوند مثلا؟ ليه؟ ايه المانع؟ بتفرق في التكلفه. فالحقيقه سينرجي اتلاقت الفكره دي معاها وكانت عايزه تعمل ده. ان احنا نرتقي كمان بالصناعه، نعلى اكتر. وهو ده الترند اللي على فكره اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. طبيعه الافلام اللي انا بعمل فيلم مثلا الجريمه ما رصوش تعرفها برضه نفس الفكره. كيرة والجن، هو ده اللي حيسه، لان الجمهور لو ما لقاش نفس الكواليتي اللي بيشوفه في الافلام اللي بره مش هتبقى انت عنده برايورتي، هيبقى في حد قبل منك مديله ده الفيلم ده، مدي اللي بره ومش الفيلم ده بس. انا شايف ان ده توجه هيحصل كمان. بتختار، لان طبعا ادوارك واعمالك المهمه عندك الخليه والممر وعندك هجمه مرتده وعندك حاليا العارف، بتكون اختيارات مقصوده يعني ان انا اللي انت بتقدمه ده ليه اهميه كبيره جدا جدا، لان هو ده اللي هيعيش لك وهو ده تاريخ. دي حاجه مهمه جدا. يمكن انا كنت بشربها لما كنت بقعد زمان مع الفنانين الكبار واشوفهم بيفكروا ازاي وبيتكلموا ازاي والعلاقات ما بينهم عامله ازاي. ان انت في الاخر بتسيب تاريخ. التاريخ ده مهم جدا. ال الدلاله الاولى وانت بتعمل اي عمل فني هو التسليه. احنا متفقين على كده. بس لو اقترنت التسليه دي بموضوع هادف، موضوع يهدف يعلي الوعي، يوحد الناس، يغذي القوميه اللي جواك، يبقى حاجه كويسه جدا. يعني انت سليني وضحكني وكل حاجه، بس برضو اديني في الاخر معلومه اطلع بيها من الموضوع. ومتهيألي الفيلم فعلا في المنطقه دي. الناس ايضا تابعوا اللي شافوا النوع التصوير وحاجه لسه بتتكلم توقف اكتر من مره، ازاي ما شاء الله احمد عز حافظ على يعني لياقته وحافظ على تميزه في هذا الفيلم؟ لا طبعا ده التزام ولازم يحصل يعني بمزاجك او غصب عنك لازم يحصل كده، لان هي دي المهنيه. الشغل الفن الشغل اللي بجد صعب جدا. بس كل حاجه بتكون في الاخر لما بتيجي تتفرج على الفيلم زي امبارح كده وتشوف الناس مبسوطه، فانت لما بتشوف كده كل اللي فات ده بيهون، فانت لازم تعمله، ودي حاجه اساسيه ودي حاجه احنا متفقين عليها، ده عرف عندنا في الصناعه يعني. للي عايز يكمل ويستمر ويجتهد فدي حاجه معموله. يعني مثلا كيرة والجن احنا بنصوره برضو وتوقف بقاله فتره، بس لازم بفضل ربنا نرجع تاني زي ما كنا. فده عرف في الصناعه الحقيقه، بتبقى صعبه جدا لانك لازم تحافظ على حاجات كتير، بس ده شغلنا في الاخر. العارف تصور قبل هجمه مرتده، هل في ارتباط بين الاثنين؟ في رساله بتربط بين الاثنين ولا لا؟ ممكن نقول ان الهجمه المرتده برضو كان فيه من خلال برضو التجنيد، وكان تجنيد بشكل برضو داخل فيه تكنولوجيا زايده. نقدر نقول ان هم من المتشابهين في الحته الصغيره دي، بس هم ما لهمش دعوه ببعض. يعني ما فيش تكامل بين الاثنين؟ لا. لا لا. مش مقصوده عامه كمان، لانه المفروض ان العارف ده كان ينزل قبل هجمه مرتده بسنه. ولكن يمكن عشان الاثنين فيهم حس وطني، اذا كان هجمه مرتده ولا العارف، فنقدر نقول ان هم فيهم الروح دي. ودي حاجه في الاول وفي الاخر بتسعدني وبتشرفني جدا. اعمال زي الخليه والممر وهجمه مرتده والعارف، دي اعمال بتخلي الواحد فخور باللي بيقدمه، وخصوصا لما بيلاقي رد فعل عالي من الجمهور، بنحس ان احنا ماشيين كلنا في نغمه واحده. وده اللي انا بتمناه دايما. ايه اللي جال حضرتك من امبارح لحد دلوقتي؟ والله ردود الافعال حلوه جدا الحمد لله. الحمد لله. يعني كويس قوي قوي. وانا في الاول وفي الاخر يهمني ان انا اعمل فيلم يبقى متكامل العناصر، ان انا اتواجد في عمل زي ده. وده متحقق حقيقي في الفيلم، مش بوجودي بس، لا ده بوجود احمد فهمي وكارمن ومصطفى خاطر واستاذنا الكبير محمود حميده. يعني كل وراكين، يعني الحقيقه هو عمل، يعني كل الناس عملت فيه بشكل رائع. ردود الافعال الحمد لله جايه على قد اجتهادنا ومبسوطين بيها جدا جدا، واعتقد ان كمان على الايام الجايه الفيلم هيسمع اكتر كمان. كارمن واختيار كارمن اللبنانيه لدور بطوله، وشفت الحكايه يعني ايه اللي تم ليه هذا الاختيار تحديدا؟ و
والله ممثلة هيلة هيلة وبني آدم على المستوى الشخصي يعني محترمة وبتحب شغلها وبتجتهد في شغلها جدا. أول مرة تعمل أكشن والأكشن اللي في الفيلم ده صعب جدا يعني. إحنا كان معانا نفس الناس الستانت واللي بيعملوا لنا مشاهد الأكشن كل الناس دي هي دي اللي بتعمل افلام بره زي افلام بوند وافلام الحاجة يعني هم نفس التيم اللي بينفذ لنا مشاهد الاكشن. وهي حبت تعمل ده بنفسها فواجهت صعوبات كتيره جدا بس الحقيقه كانت على قد المسؤوليه وادتهم على شكل رائع الحقيقه. ال اكتر تحدي كان قدام احمد عز في هذا الفيلم ايه؟ يعني دايما في كل يعني افلام مسلسل بيكون تحدي، الفيلم ده تحديدا ايه اكتر حاجه واجهتك؟ الشخصية صعبة قوي لأن هي كمان مش بس الجانب التمثيلي، لا فيها كمان جانب بدني صعب جدا ويعني يعني تنفيذه ما بين كذا دولة كان صعب قوي. ليلك بيقلب، بتروح أماكن النظام الساعات فيها مختلف عنك، فهو تنفيذيا كان صعب يعني كان صعب قوي. بس الحمد لله يعني بفضل الناس اللي أنا اشتغلت معها والأمور عدت على خير. صورتوا فين؟ صورنا إيطاليا، صورنا ماليزيا، صورنا بلغاريا، وفي الصحراء هنا. فالحمد لله. واضح المخرج كمان يعني شايف ناس كمان بتشيد بيه باللي عمله في هذا الفيلم تحديدا. احمد علاء من من المخرجين اللي ابتدينا سوا يعني. هو ابتدى، انا عملت معاه فيلم بدل فائد وكان من احلى الافلام اللي انا عملتها. وعملت معاه فيلم الحفله وعملت معاه مسلسل هجمه مرتده. والفيلم، وهو تلميذ للاستاذ شريف عرفه يعني، وما بالك بقى بشريف عرفه في الحقيقه. احمد من المخرجين المميزين جدا اللي انا اتشرف ان انا اشتغل معاهم، وامين ومجتهد الى ابعد الحدود. يعني بتبقى بتشتغل وانت مطمن ان اللي انت بتعمله ده نتيجته هتبان كويس. بعض صناع السينما من امبارح بيتكلموا على انه الفيلم ده نقله في صناعه السينما المصريه والعربيه على وجه الخصوص. اتمنى والله، انا سعيد جدا وانا سمعت فعلا الكلام ده وفرحان بيه جدا جدا، واتمنى انه مش بس الفيلم ده، انا اتمنى كل افلامنا تبقى كده. احنا انا عندي حته الموضوع الرياده ده انا دايما بتكلم فيه وبتكلم فيه كتير جدا. الرياده الفنيه مع كل الاحترام والتقدير لكل اللي بيحصل، بس احنا الفن في مصر واتورثناه. تم التوارث في الموضوع ده في مصر وجيل سلم جيل وهو في الرياده. احنا كمان لازم نحافظ على ده. لازم نحافظ على ده. الفيلم المصري ده كان بيتعلل الفيلم العربي. دي الحته دي دايما بتشغلني، عشان كده مش بس العارف هو المفروض يبقى تقنيته عاليه، لا كل اللي جاي لازم يبقى كده، لان بره وبتشاف الامارات وبتشاف السعوديه وساعات بنعرض في انجلترا اعمل فيلم تقدر تترجمه الناس تتفرج عليه. ده بيبتدي من الكتابه مرورا بالممثلين انتهاء بالصنعه. ما فيش حاجه اسمها اصل الميزانيه، لا ميزانيه اعمل موضوع يناسب الميزانيه. انما الحاجه الوحيده اللي لازم نتفق عليها هي التقنيه، لازم تبقى عاليه جدا. ايه الرساله اللي حب بتقولها من هذا الفيلم؟ يعني اللي هيدخل الفيلم ده ايه الرساله اللي انا بقولها ليهم كاحمد عز؟ اعمال العقل في كل حاجه بتقراها وبتشوفها وبتسمعها. فكر فكر فكر. حتى السوشيال ميديا ممكن تعمل توجه. يعني يبقى عندك مشكله هنا ولا مشكله هنا، انا اقدر بالسوشيال ميديا ان انا اوجهك يمين وشمال، لان السوشيال ميديا انا واحد من الناس ما عنديش اي حاجه على السوشيال ميديا خالص. يعني انا انتي سوشيال ميديا. بتابع طبعا وكل حاجه، ما يعني جوايا قناعه ممكن ابقى صح وممكن ابقى غلط، انما هي مش المعيار الحقيقي للتوجه. هو معيار موجه يعني اقدر اوديه يمين واقدر اوديه شمال. فمن البدايات انا ما استسختهاش، ما يعني ما دخلتش فيها. عندي ناس بيقولوا لي الاخبار والاراء وكل حاجه، بس انا في الاول وفي الاخر انا احب انزل الشارع واشوف الناس. اعرف الناس دي. وانا في الشارع اعرف الراجل ده. انا الفيلم ده حلو ولا الفيلم ده ما عجبوش. ايه اللي عجبوش الفيلم ده؟ من الناس نفسها. ده المعيار الحقيقي. مره ثانيه فنرجع كلامنا للموضوع ده، انه شغل عقلك دايما. شغل عقلك، فكر بس، اقعد خمس دقائق فكر قبل ما تاخد اي توجه او اي قرار. مبروك مره ثانيه لك وجمهورك. وانا متشكر جدا على اهتمامك وعلى يعني دعمك المتواصل ده، فوق دماغي والله. نتشرف نتشرف. الف الف شكر. الف شكر. دايما وشنا حل الممر، وان شاء الله العارف كمان هيكسر الدنيا. ده من ذوقك ومن فضلك والله. انا متشكر جدا جدا جدا. الف شكر.
كل التحية. نشوف العارف، نشوف العرض الخاص، إيه اللي حصل في هذا الفيلم. بقول لحضراتكم كل اللي شافوا امبارح العرض الخاص، نقاد، صناعة السينما، مخرجين، كله بيتكلم على هذا الفيلم المبدع. نشوف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقرر إرسال مساعدات جديدة للأشقاء في تونس. 3 طائرات حربية تنقل أطنان من احتياجات الشعب التونسي الشقيق لمواجهة أزمة كورونا. تونس لديها مشكلة كبيرة في كورونا، أعداد كبيرة من الوفيات، أعداد كبيرة من الإصابات نتيجة للتحور الذي يضرب تونس حاليا. مصر تدعم تونس مرة أخرى دعم كبير من الدولة المصرية للأشقاء في تونس. نتابع. استمرارا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء في دولة تونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين. ومن جانبهم أعرب الجانب التونسي عن عميق شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي. تأتي تلك المساعدات تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين. نروح إلى سوهاج واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج النهارده، لأنه ده جزء بنتكلم على التنمية في الصعيد. أستاذ المحافظ مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بيك. النهارده الافتتاح التجريبي لكوبري الخاص بقصر الثقافة اللي يربط ما بين حي شرق وحي غرب في سوهاج، ممكن سريعا نتكلم على أهمية هذا الكوبري، بيوفر إيه للناس المرور، السيولة المرورية، إيه اللي بيتم؟ والله حمدي يعني قبل ما نتكلم على الشؤون المروريه هنتكلم على الاهميه المعنويه للكوبري نفسه، يعني احنا بالنسبه لنا اذا كنا بنتكلم عن الجمهوريه الجديده فده احد ملامح الجمهوريه الجديده، احد ملامح في ايه؟ يمكن حضرتك عارف قبل كده المشروعات كانت بتعصر قد ايه في محافظه سوهاج، يمكن كان عندنا كوبري في مدينه جرجه اصغر من ده، قد يكون استغرق في الوقت اكثر من 10 سنين. احنا بنقول للناس النهارده دي ملامح الجمهوريه الجديده اللي بنتكلم عنها، اللي هي الدقه في التنفيذ والالتزام التام في المواعيد. يعني الكوبري تم استلام جزئي حتى للارض في 22/10/2019 مده التنفيذ 18 شهر. قبل ال 18 شهر التزام تام، الكوبري اتفتح تشغيل تجريبي النهارده، العربيات ماشيه عليه فعلا وتم التشغيل. بنقول للناس هنا الملامح الجمهوريه بتاعتنا دقه تنفيذ والتزام تام بالمواعيد. يمكن ده اللي عامل النفسي، يمكن حتى لما بدانا في الكوبري كانت الناس متشككه هيخلص في ميعاد ولا مش هيخلص، هنقعد برضه زي زمان بالسنين وبالعشر سنين علشان الكوبري يخلص، لكن الحقيقه
الشركة الوطنية للمقاولات هي اللي كانت واخدة الكوبري، بذل جهد خارق في الالتزام بالتنفيذ، وخصوصا كان في معوقات كثيرة لأنه كان بيعدي السكة الحديد. احنا أستاذ معوض نتكلم على تشغيل تجريبي مش افتتاح رسمي لسه. لا، هو تشغيل تجريبي، هو الكوبري انتهى التنفيذ بنسبة 100%، ولكن كنا احنا طلبنا أعمال إضافية، يعني هو دي بودي كانت هدية حتى. طوله قد ايه ومتكلف كام؟ متكلف 304 مليون، طوله 700 متر، في ثلاث مطلعين ومنزل اضافي بالنسبه للمطلع والمطلعين والمنزلين الرئيسيين بتوعه. طبعا بعد في التصميم بتاعه احنا في تحتيه مزلقان، قلنا لازم المزلقان يتقفل، ولكن ما كانش معمول حساب المشافي، فكهديه من الشركه الوطنيه، هي دي بقى اللي مخلينا بنقول افتتاح تجريبي، هديه من الشركه الوطنيه، عملت كوبري مشاب ملاصق مباشرة، وده الحمد لله نسبة التنفيذ فيه حوالي 60%، واعتقد قدامه اقل من شهر ان شاء الله ويخلص. وكان في رمد في السكة الحديد في منطقة السكة الحديد تحت الكوبري، ده كان لازم علشان نقدر نعمل الكوبري بالشكل المحترم والشكل السليم ان احنا نغيره من مكانه، وبالتالي برضو هي الشركة الوطنية تقدمت بهدية انها تتغير، تشيل الرمب القديم وتعمل رمب جديد في مكان اخر، هي دي الحاجات المتبقية، لكن الكوبري نفسه 100% تنفيذ. هيوفر ايه لاهالي سوهاج؟ بص يا فندم، حضرتك عارف ميدان الثقافه اللي بيعمل كوبري ده قلب مدينه سوهاج، مجموعه من المحاور المروريه طوليه وعرضيه رئيسيه وكثافه مروريه عاليه جدا. طبعا كان في نفق الثقافه، نفق قديم، هو ده الحاره واحده متهالك، هو ده اللي كان بيربط شرق سوهاج بغربها، انت عارف حضرتك حي شرق سوهاج وحي غرب سوهاج، والفاصل بينهم السكه الحديد. ده الكوبري ده هيعمل طفره في الحركه المروريه في سوهاج ان شاء الله باذن الله، ربط الشرق بالغرب وسيوله ومرونه في الحركه المروريه في التنميه الشامله بتاعت مدينه سوهاج نفسها. مدينه سوهاج كل يوم فيها جديد، يمكن قبل كده كان في الكورنيش الغربي اللي اتفتح واللي ان شاء الله في مرحله ثانيه منه، النهارده بنتكلم عن كوبري بيربط الشرق بالغرب، يبقى بنتكلم دلوقتي ان مدينه ان الشغل مش في القاهره بس، بالعكس يمكن الاعتمادات والشغل في محافظات الصعيد وسوهاج تحديدا هو قد يفوق الشغل اللي في القاهره كمان. عملنا الافتتاح التجريبي وكان معانا سياده اللواء عماد سعفان رئيس الشركه الوطنيه، والحقيقه يعني لو شفت كم الفرحه وكم الاحتفالات بالكوبري هنا هتعرف قد ايه الناس سعيده بيه وقد ايه ثقتهم فيه اجهزه الدوله وثقتهم في الشركه المنفذه وثقتهم فينا اتغيرت قد ايه وقياسا على المشروعات الاخرى اللي كانت بتتبع. بشكرك سياده اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج. نروح الى المغرب، المملكه المغربيه الشقيقه، وامبارح وصلت بعثه النادي الاهلي، عارفين عندنا مباراه مهمه للغايه، بنبحث عن النجمه العاشره، بطوله ابطال دوري ابطال افريقيا، المباراه المرتقبه الاهلي امام كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا، مباراة مش هنقول عليها سهلة ولا صعبة، ولكن على الأقل الأهلي راي عشان يأتي بالبطولة إن شاء الله العاشرة. النهاردة سيادة السفير أشرف إبراهيم كان بيزور بعثة النادي الأهلي، التقى بالكابتن محمود الخطيب. أولا نطمئن من سعادة السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المملكة المغربية على النادي الأهلي وعلى يعني أول تدريبات للنادي الأهلي. سعادة السفير أولا مساء الخير. مساء النور يا أحمد بيه، مساء النور. طمنا النهارده على النادي الاهلي وعلى البعثه. والله النادي الاهلي طبعا تدريبه الاول بداوا من حوالي ساعه. امور البعثه كويسه، يعني انا طبعا زرتهم النهارده لان امبارح كان عندي ظروف ما قدرتش استقبلهم في المطار، كان في زملاء استقبلوهم. النهارده طبعا رحت اطمن عليهم، قعدت مع يعني شفت البعثه وقعدت مع كابتن الخطيب واعضاء مجلس الاداره وبيت البعثه يعني. الحمد لله، يعني انا شايف البعثه معنوياتها عاليه وامورهم طيبه. يعني التدريب الاول طبعا لانه انت عارف اول يوم لما بيوصلوا واصلين بالليل بيبقوا تعبانين، فيعني اليوم الصبح كان يعني بالراحه كده وبعدين بداوا التدريب. الاجراءات يعني الخاصه بكورونا سعاده السفير، كورونا والاجراءات لانه في اصابات موجوده في المغرب. لا، هو ده في اصابات في المغرب زي ما موجود في كل حته. طبعا المغرب يعني اجراءاته من الاول قويه جدا بالنسبه لمكافحه كورونا. يمكن في الشهرين الاخرين كان بدا كانت الحدود مقفوله فتحوها، ف
ده طبيعي بيؤدي الى زياده طفيفه في الاصابات، لكن اصابه يعني الزياده في حدود المعقول ومسيطر عليها. المباراه بجمهور ولا من غير جمهور؟ لا، المباراه من غير جمهور بالتاكيد، لان الاجراءات الاحترازيه في المغرب لم تقم اي مباراه من مارس اللي فات بدايه الجائحه لحد النهارده بجمهور يعني. التسهيلات اللي تقدم للبعثه من ساعه ما وصلها والمباراه والتدريبات اللي بيتم كمان والتامين الخاص بالبعثه. طبعا احنا متواصلين مع النادي الاهلي يمكن بقالنا اكتر من 10 ايام. كان الكابتن الخطيب تواصل معايا، كابتن سمير عدلي، فاحنا على اتصال طبعا من بدايه الترتيبات. طبعا البعثه كان عندنا يعني كان بدايتها كان طبعا تصريح الطياره الخاصه اللي بيجوا بيها، ومساله طبعا كل الاجراءات الاحترازيه، التنسيق مع الاتحاد المغربي بحيث ان الامور كلها تمشي بسلاسه. فالحقيقه هو طبعا الجانب المغربي متعاون جدا، تنسيق مع الجهات الامنيه لتامين الفريق، تامين المباراه، يعني كل ده تم، وطبعا الاستقبال، واحنا معاهم اي حاجه لو ظهرت ان شاء الله، يعني الامور كلها ماشيه بسلاسه، لو اي عقبات او حاجه ظهرت احنا موجودين بنحلها طبعا. لكن الحمد لله الفريق كله، الحمد لله البعثه بالكامل، الحمد كابتن لله. الخطيب حضرتك شفته النهارده. ايوه نعم، لان كابتن الخطيب كويس والبعثه كلها كويسه طبعا الحمد لله، ويعني نتمنى ان شاء الله انه كلهم يكونوا موجودين في المباراه، كلهم يشاركوا في المباراه، وان شاء الله يعني لغايه ما يفوزوا بالبطوله ويرجعونا بالبطوله ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. باذن الله طبعا. بشكرك سعاده السفير اشرف ابراهيم سفيرنا في المملكه المغربيه، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن محمد يوسف كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، اولا مساء الخير. مساء الخير يا احمد بيه، مساء الخير. العاشرة ممكن ان شاء الله يا رب. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله تبقى بطولة العاشرة للنادي الاهلي وجمهوره. بطولة افريقيا دي بطولة غالية على جمهور نادي الاهلي يعني. نعم، شايف الماتش ازاي؟ ان احنا ما عندناش يمكن كايزر تشيفز، ما عندناش يعني ما عندوش طويل ولكن او كبير في البطولات، ولكن لازم نعمل حسابه في هذه البطولة لانه وصل المباراة النهائية. ده اكيد طبعا، طالما فريق وصل للمباراه النهائيه ومطلع الوداد وصعد عن مجموعه الوداد، فده اكيد فريق مميز. يمكن بس هو عشان الجمهور كله الناس كلها بتبص على ترتيبه حاليا في الدوري، ترتيبه الثامن في الدوري الجنوب افريقي، فبس شويه ممكن يكون في استسهال. لكن طبعا مباراه كره القدم دائما يعني لابد انك تحترم المنافس وتركز تركيز عالي جدا، لان انت بتلعب مباراه ببطوله وبطوله كمان مهمه، يعني زي ما حضرتك قلت كده العشره دي غاليه جدا على جمهور النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله يكون لعيبه النادي الاهلي عايشه المباراه بشكل صحيح والتركيز يكون على اعلى مستويات، والتحضير النفسي كمان من موسيماني للاعبين دي مهم جدا عشان ما ينزلوش الملعب ويفاجئوا بفريق عنيد وفريق عنده اصرار وعنده تركيز عالي على انه يعني يحصل على البطولة. يعني لو الخطة اللي ممكن موسيماني يبقى داخل عشان اقتنص اللقب للمرة العاشرة للنادي الاهلي، ايه اكتر او الافضل التشكيل الافضل من وجهة نظر حضرتك؟ هو طبعا من خلال المباريات السابقة لكايزر تشيف هو فريق يجيد يعني عايز اقول لك الحالة الدفاعية بشكل مميز جدا، وعندهم يعني تنظيم دفاعي قوي جدا، ودي هتخلي النادي الاهلي يحاول ان هو يضغط عليهم ويحاول انه يحرز هدف عشان يعني يتخلى فريق كايزر تشيفز عن الحالة الدفاعية اللي بيصر عليها واللي بيجيدها بشكل كبير جدا. اما طبعا التشكيل فطبعا يعني في طبعا مراكز قفشه، لو انا بتكلم يبدا بقفشه في من البدايه اكيد اكيد طبعا لابد ان يكون قفشه موجود. قفشه بيعمل دور ربط كبير جدا بين وسط الاهلي الدفاعي وبين المهاجمين، بالاضافه كمان انه بيلعب دور كبير جدا في الاستحواذ وامتلاك النادي الاهلي للكره في معظم اوقات المباراه. وطبعا تمريراته اللي بيوصل بيها طبعا محمد شريف او طاهر محمد طاهر او حسين الشحات، ايا كان مين اللي موجود في الخط الامامي. يعني عندنا حضرتك بتقول انه الضغط الهجوم البدايه هو ده سلاح النادي الاهلي او موسيماني. طبعا لانه هيخلي فريق كايزر تشيفز
اولا يبقى رد فعل من اول مباراه، ثانيا ان الضغط الهجومي او احراز هدف مبكر هيخلي كايزر تشيفز يتخلى عن خطته او طريقته اللي هو بيعتاد عليها. هو بيعتاد على الاغلاق، بيعتاد على الارتداد الدفاعي والتمركز واغلاق المساحات على المنافس، وده اللي عملوه مع الوداد وعرفوا يخرجوه من البطوله بهذه الطريقه. فاحراز هدف مبكر هيخلي فريق كايزر تشيفز يتخلى عن حساباته اللي هو مرتبها للمباراه، مدرب انه يهاجم. مدربهم بيقول او المدير الفني بيقول ان احنا يعني هنعمل مفاجاه في هذه المباراه. بص يعني طبعا التصريحات من المدربين بعضها او يعني معظمها بيحمل نوع من المفاجآت او نوع من يعني عارف يعني انه يوصل حاجه ممكن يعني ايه يعني يوجه بيها الراي العام او يوجه بيها تفكير المدير الفني المنافس ليه. لكن صعب جدا تبقى انت متعود على طريقه وبتلعب بيها على طول ووصلت بيها فاينل وتيجي تغيرها في مباراه الفاينل. اعتقد من الصعوبه انك تعمل كده لان مش سهله، تبقى محتاجه نوعيات لعيبه مختلفه ومحتاجه تدريبات لوقت كبير، وده مش متاح يعني مش فتره كبيره قوي ما بين المباراه اللي هي قبل النهائي والمباراه النهائيه. حضرتك شاركت وحصلت على بطولات وعشت هذه الاجواء، اجواء اللعيبه بيكونوا ايه في هذه الايام تحديدا قبل اللعب المباراه يوم السبت بيكون ايه؟ لا طبعا بيبقى في بعض اللاعبين اللي هم لسه مثلا خبراتهم مش عاليه قوي، بتبص ليهم الى حد ما في نوع من التوتر شويه، نوع من الارتباك، لكن اللاعبين اللي عندهم خبرات وعندهم بطولات سابقه ولعبوا قبل كده اكتر من نهائي بيبقى عندهم هدوء، وده دورهم ان هم يعني يبقى في ده دور كابتن الفريق ولا المدرب؟ اللاعبين الاول ثم بعد ذلك يجي بقى دور كمان المدير الفني، لان المدير الفني المفروض انه يعني الاعداد النفسي والتحضير النفسي للمباراه ده مهم جدا زي الاعداد البدني والاعداد الفني، لازم اعداد نفسي عشان اللاعبين ما ينزلوش يبقوا متوترين او يبقى فيه عايز اقول اوفر كونفيدنس بقى ثقه زايده انه فريق جنوب افريقيا ده مش مصنف او مش او ترتيبه متاخر في الدوري فيبقى فيه استهانه فيحصل نتيجه عكسيه. الاعداد النفسي مهم جدا من الموسيماني ان هو اكتر واحد عارف، هو شايف اللعيبه وعارف مين المتوتر مين اللي يعني حالته مش مهتم قوي بالمباراه، الحاجات دي كلها انت بتلاقي نوعيات لعيبه مختلفه قدامك يا استاذ احمد ولابد ان تتعامل مع كل واحد بحاله مختلفه عن الاخر. وجود الخطيب السنه اللي فاتت رئيس بعثه والحصد النجمه التاسعه وجوده المره دي ان شاء الله باذن الله بيدي ثقه، بيدي يعني روح كمان قويه للعيبه. اكيد اكيد طبعا لما يكون رئيس نادي بحجم الكابتن محمود الخطيب ولاعب كان اسطوره ونجم وعنده حضور كبير جدا، فطبعا الكابتن محمود على فكره بيتواجد في كل مباراه في افريقيا يعني مش بس عشان النهائي، هو سافر معاهم قبل النهائي وسافر في دوري المجموعات وسافر على طول رئيس بعثه مع كل المباريات في افريقيا، ودي بتدي رساله ان هو مهتم جدا جدا ببطوله افريقيا وانه يعني عنده تركيز عالي جدا انه يحصل على بطوله افريقيا وحصل على التاسعه، وكمان يعني في ترتيب كبير اهو ان شاء الله يحصل على البطوله العاشره ان شاء الله. فدي يعني اهتمام كبير ورساله بتصلها للاعبين بشكل غير مباشر ان هو لما بيطلع رئيس بعثه ويبقى متواجد معاهم واكيد بيتكلم معاهم طبعا في الفندق وبين التدريبات وقبل وبعد التدريبات، كل دي بتوصل رسائل مهمه جدا للاعبين. هل مباراه خارج التوقعات ولا كابتن محمد يوسف ممكن يقول لنا توقعه ايه؟ انا اتوقع ان شاء الله الاهلي هيكسب، بس انا قلقان شويه من حاله الاطمئنان في الشارع المصري ودي حاجه مش حلوه في الكوره. دائما في الكوره لما بتبقى انت يعني عارف انت شادد الامه كده ومركز بتجيب نتائج كويسه، لكن انا ثقتي في ربنا طبعا ثم في لعيبه الاهلي والجهاز الفني ان هم مش يعني الموضوع الثقه الزايده ده مش هيبقى موجود، هيبقى في احترام كبير جدا لفريق كايزر تشيفز، وخصوصا لما تيجي تتابع تصريحات لاعبين كايزر تشيفز هتلاقي فيها تحدي وفيها تركيز وفيها روح. يعني اللعيبه بتطلع تصريحات
تشعر ان هم عايزين يلعبوا المباراه النهارده قبل بكره. كابتن محمد يوسف بشكرك، وان شاء الله يا رب ان شاء الله النصر للنادي الاهلي ويعود لنا بهذه البطوله والنجمه العاشره. نشوف تقرير للزميله دينا صقر وزميلتنا كمان ريهام بكير، الاهلي يحلق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله العاشره باذن الله تعالى. نشوف يا رب يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله تكون العاشره باذن الله يوم السبت باذن الله تعالى، ويحقق الاهلي الغالي الانتصار الكبير والعوده بهذه البطولة العاشرة بإذن الله تعالى. قولوا أمين يا رب العالمين إن شاء الله. إحنا السبت أجازة بطبيعة الحال عشان هذه المباراة، طبيعة الحال نتابع ونشجع وربنا يكرمنا بإذن الله تعالى وننتصر ونحقق انتصار غالي بإذن الله تعالى. نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد القادم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، صباح الألف خير.